السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، وموعد يتجدد معكم في برنامجكم ملك وكتابة. ملك وكتابة الليلة في حلقة الاثنين يغيب عنا فيها للمرة الثانية المهندس عدل القيعي لوجوده خارج البلاد في مهمة أفريقية، لعلكم متابعين طبعا سفروا إلى أنغولا ونجاحوا والحمد لله في التعاقد مع صفقة قوية ومؤثرة للنادي الأهلي. جيرالدو اللعيب الأنغولي الدولي، واحد من اللاعبين اللي كانوا مرصودين بشكل جيد، عنده قدرات متنوعة جدا في اللعب في أكتر من مركز، في مراكز خط الهجوم والوسط المهاجم. أنجز المهندس عدل الصفقة بنجاح معهود ومتعارف عليه دايما وأبدا في نجاحاته في مثل هذه الملفات، ويمكن ظروف الطيران أدت إلى تأخره، يوصل بالسلامة بكرة الساعة 10 صباحا إن شاء الله. دي بعض اللقطات لجيرالدو لاعب الأهلي الجديد اللي تم التعاقد معاه بشكل جدي وشكل تام بعد منافسة قوية جدا مع الترجي التونسي. كان عنده رغبة كبيرة ومقدم عرض لضم اللاعب، مؤكد أنه في كواليس كتيرة في رحلة المهندس عدلي إلى أنغولا ودور جيلبرتو لاعب الأهلي السابق في إنجاز هذه المهمة. بالتأكيد هنتعرف عليها وعلى كل كواليسها وتفاصيلها، وتأكدوا المرة الجاية مش هسيبهولكوا أبدا يفلت بأي معلومة، هنعرف منه كل التفاصيل كل الكواليس، إيه اللي حصل في هذه الرحلة حتى تم الحصول على عقد أو على أوراق التعاقد مع هذا اللاعب المهم. لكن كمان الأهلي في ظل هذه المرحلة المتجددة، في ظل حالة النشوة، في ظل حالة الانتفاضة والصحوة والهبة، هي هبة أهلوية بالمعنى الحرفي، وربما يتوقف معها الليلادي باهتمام شديد ضيفنا العزيز والكاتب الصحفي الموسوعي الأستاذ حامد عز الدين اللي هيحل ضيفا علينا في الجزء الثاني من حلقة الليلة. لكن زي ما قلت لكم، استمرار هذه الصحوة بتعزز المزيد من المكاسب. النهاردة الأهلي منذ قليل تابعته فوزه المهم على النجوم بهدفين نظيفين، والمهم بجانب النقاط الثلاث حالة الفوقان اللي الفرقة فيها، استعادة الأهلي ثقة لاعبيه في أنفسهم، أيضا استعادته للشكل الجمالي المميز ليهم في الأداء، نجاح ناصر ماهر في القيام بالدور المحوري اللي كتير ما تكلمنا عليه في عز اهتزاز الأداء والنتائج في المرحلة السابقة، وكنا بنتكلم على أنه وجود صانع لعب مهم جدا في فريق النادي الأهلي بيمثل البناء الأساسي في الشكل التكتيكي للنادي الأهلي. فأعتقد الحفاظ على هذا النسق التكتيكي من جانب الكابتن محمد يوسف نجح فيه بامتياز في الفترات الأخيرة، حقق الفوز في كل المباريات تباعا إلى أن قفز الأهلي إلى ترتيبه الخامس في مسابقة الدوري حاليا، ويحتاج إلى ثلاث مباريات اللي بيفصلوها عن نادي الزمالك المتصدر علشان يكون خلف الزمالك فقط بثلاث نقاط. في ظل هذه الدفعة الكبيرة، في ظل هذه الهبة الأهلوية وهذه الانتفاضة الحمراء، بتتواصل الانتصارات ويتواصل حصد النقاط ويتواصل استعادة لاعبي الأهلي لمستواهم. النهاردة لما بتتفرج على فريق الأهلي ناس كتيرة بتستغرب، لأنه حتى الحالة البدنية اللي الناس كانت بتشتكي منها في فترات سابقة، النهاردة القدرة على الضغط في كل مكان، الملاحقة دايما وأبدا لكل مستحوذ على الكورة من قبل المنافس، الرغبة في بذل مجهود كبير جدا حتى صفارة النهاية. الأهلي بيسجل الهدف الثاني مع صفارة النهاية تقريبا، مؤمن زكريا صحيح شارك لدقائق قليلة لكنه وضع بصمته بخبرته وسجل هدف، احتفل بشكل مبالغ فيه زي ما حضراتكم شفتوا وقلع الفانيلا ورماها، ربما من فرط المبالغة في الاحتفال بالهدف وسعادته بأن هو يرجع لهز الشباك تاني مؤمن. لكن أعتقد الكابتن سيد عبد الحفيظ وأنا عارف عنده كل هذا التقدير وهذا القدر من السعادة بعودة مؤمن لمستواه، واحد كان داعم ليه بشكل أساسي ومقدر خبرته وقيمته، لكن كمان ما ينفعش يرمي الفانيلا أبدا بهذا الشكل. فبالتالي استحق مؤمن عقوبة وفقا لما أعلنه الكابتن سيد عبد الحفيظ، ودي عقوبة بتعظم قيمة تيشيرت النادي الأهلي، دي عقوبة الحفاظ على قيمة الفانيلا الحمراء. بتحتفل، سعيد جدا، مش
طاير من الفرحة، كل ده أمور طبيعية جدا. لكن إلقاء الفانيلا حتى وإن كان احتفالا، أعتقد العقوبة فلسفتها تعظيم قيمة الفانيلا والحفاظ على فانيلة النادي الأهلي، ودي مسألة جنبا إلى جنب مع عقوبة الإنذار، لأنه أنت كمان لما بتخرج عن الحالة الطبيعية في الاحتفال بتاخد إنذار. الفريق محتاج كل اللعيبة في الفترة اللي جاية، ومؤمن واحد من اللعيبة أصحاب الخبرات المهمة تجديد عقده وبقائه مع الفريق، عودته تدريجيا لمستواه، أعتقد يمثل إضافة نوعية مهمة جدا لفريق الأهلي في المرحلة اللي جاية. كل هذه المكاسب تحققت تباعا، يمكن للمرة الثالثة على التوالي الأهلي بيحقق الفوز 2-0، يعني 2-0 النهاردة، 2-0 على جيما الأثيوبي في دوري أبطال أفريقيا، 2-0 على طلائع الجيش. فالفوز الثنائي صحيح أنه بيأتي مصحوبا بإهدار عدد غير طبيعي من الفرص، اللي سجلت في مباراة الفريق الأثيوبي رقم قياسي في الفرص السهلة والغريبة. النهاردة في عدد من الفرص كتير يعني في الظروف الطبيعية ما تضيعش، يعني هنلاقي وليد أزارو يمكن في فرصتين ضاعوا بشكل غريب جدا، هنلاقي القائم تصدى ايضا مرتين او مره لناصر ماهر، هنلاقي الحكم بيلغي هدف بالتاكيد هنتعرض له ونشوف موقف خبراء التحكيم منه ايه. في المجمل كلام الكابتن محمد يوسف بعد المباراه انه تعليماته اهي، يعني فرصه، وليد ازارو هداف الدوري الموسم الماضي، لعيب من الهدافين ذات الطراز الفريد، لكنه فرص بتضيع، فبالتالي تأكيد الكابتن محمد يوسف للعيبة على ضرورة التركيز الشديد في استغلال الفرص دي مسألة مهمة جدا. مباراة جيما الأثيوبي كان المفترض تحسم من القاهرة، وما كانش يبقى الأهلي محتاج لأي تفكير في أي مخاطر أو أي خواطر ترد على أي بال في مباراة أديس أبيبا، لكنه الفرص ضاعت بغرابة شديدة جدا جدا ليكتفي الأهلي في هذه المباراة بالفوز بهدفين كانوا قابلين أنه يكونوا 10 أهداف، ولو الأهلي فاز ب10 كانت الناس هتتكلم على أنه ليه ضاع الرقم القياسي في التهديف، لأنه كان هناك أكتر. فبالتالي أعتقد النقطة المهمة جدا للمرحلة اللي جاية ضرورة التركيز في استغلال الفرص. مراحل الدوري بالتأكيد هتدخل منعطفات حرجة في المرحلة اللي جاية تحتاج من الجميع كل التركيز. ايضا من ضمن المكاسب النوعيه المهمه جدا اللي حضراتكم تابعتوها خلال امبارح والنهارده، حسم الاهلي للتعاقد مع المدير الفني الاجنبي الجديد، وهنا الاهلي رجع لطبيعه الاهلي. شفتوا حضراتكم الناس راحت، اللي راح لندن واللي راح المانيا واللي راح البرتغال، كل يوم الجرايد بتروح في سكه والمواقع بتتجه لمكان والبرامج الرياضيه تحكي على انفرادات، وكله كلام محدش كان مستغرب هو الاهلي ما بيتكلمش ليه، هو الاهلي بيفاوض مين. الناس تقريبا اوشكت انها تجزم وتحسم التعاقد مع فلان الفلاني، ولا اصل فلان في خلاف على كذا، وقصص وروايات كتيره جدا اتسلتوا بيها اليومين اللي فاتوا، حتى اعلن الاهلي على مدربه الاورجواياني مارتن لاسارتي اللي وصل بالفعل، والنهارده عقد مؤتمر صحفي اكيد تابعتوه عبر شاشه قناه الاهلي على الهواء مباشره من مقر النادي، وهنتعرض بالتفاصيل لما دار في هذا المؤتمر وايه مؤشراته. لاسارتي بهذه الكيفيه وبهذه البصمه اللاتينيه رايح بالاهلي على فين ان شاء الله؟ النهارده كان موجود في المقصوره، تابع المباراه، سجل ملاحظات، هيسافر وهيرجع تاني خلال بضعة أيام عشان يبدأ العمل الرسمي، لكنه زي ما بقول لحضراتكم دي نقلة نوعية في أكتر من اتجاه. نقلة نوعية في مسألة التعاقد مع مدرب من مدرسة تانية خالص الأهلي محتاج يتعرف عليها ومحتاج يتعامل معها ومحتاج يبني من خلالها تجربة جديدة ومهمة جدا، لكن كمان أنه يعود الأهلي لطبيعة عمله في التفاوض، وازاي يقدر يتكتم اسراره، وازاي يقدر ينجز المهام، لانه دي لقطته لاسارتي في المباراه. القضيه لا تتعلق في حته التخفي وقدره الاهلي على الانغلاق وقدرته على ان هو يحوط على اموره، هي مش استعراض قوى او اثبات ان الاهلي يقدر يحسم اموره في الخفاء، لا، هو باستمرار وابدا دي طبيعه العمل.
وطبيعه العمل في مثل هذه التعاقدات تحتاج هذه السريه، لانه لما بيتقال ان الاهلي بيفاوض اللعيب الفلاني، عارفين انتوا حضراتكم طبعا الوكلاء ازاي بيسربوا مثل هذه الاخبار، ازاي الاسعار بتوصل لارقام مش طبيعيه، وازاي منافسين يدخلوا ممكن يبوظ الصفقه او عشان يؤثر عليها. ده بيحصل بشان مدرب، شفنا احنا في فترات سابقه مجرد ما يتقال الاهلي بيدور على مدرب وبيفاوض فلان الفلاني، هتلاقي في انديه اخرى مش بالضروره في مصر، حتى في المنطقه العربيه عندها قدرات ماليه عاليه جدا، تجري على طول ما دام الاهلي بيفاوضه يبقى ده مؤكد حد كويس. ف اداره ملف التعاقد مع المدرب الاوروجواياني بكل هذه السريه وبكل هذه الحاله الاحترافيه المنضبطه جدا من جانب الكابتن محمود الخطيب اللي ما حدش عرف منه ابدا مين المدرب الا بعد الاعلان عن اتمام الاتفاق ووصول المدرب للقاهره، فانا اعتقد دي مساله بيستعيد بيها النادي الاهلي طبيعه العمل في هذه المؤسسه الرياضيه المهمه. مؤتمر كان مهم هنتوقف عنده النهارده في اكتر من جانب علشان نقول لحضراتكم من خلال اللي قاله لاسارتي ايه المؤشرات بالظبط وايه ملامح هذه المدرسه اللاتينيه الجديده في قياده كره القدم الاهلاويه اللي دايما وابدا النادي الاهلي، وخليكم دايما فاكرين الاهلي ما بيتعاقدش مع مدرب اجنبي علشان بس ياخد بطوله، لا، علشان بيغير فكر كروي، علشان بيطفي بصمة مفيدة للكرة المصرية عامة قبل ما تكون مفيدة للكرة الأهلوية لوحدها. لو بصينا على التجارب الأجنبية الثلاثة المهمة جدا في تاريخ كرة القدم الأهلوية، سواء تجربة المجري هيديكوتي في بداية السبعينات أو تجربة ديتريش فايس الألماني في 88-89 لغاية 90، أو لو بصينا على التجربة الناصعة جدا والذهبية والمتوهجة للبرتغالي مانويل جوزيه مع الأهلي في أكتر من فترة، هنلاقي باستمرار كل واحد فيهم مش بس جاب للأهلي عدد كبير من البطولات، لا، أحدث نقلة تكتيكية مهمة جدا، غير في الفكر الكروي والفكر تحديدا. يعني أنا في تصوري إنه مانويل جوزيه واحد من المطورين بالشكل الحرفي لكرة القدم ولشخصية اللاعب المصري، واحد فعلا من المجددين من المطورين من اللي أحدث نقلة كبيرة جدا في فكر اللاعب المصري استفاد منها الجميع مش بس في النادي الأهلي، لكن هو ده دور النادي الأهلي وهي دي فكرة التعاقد مع الخبرات الأجنبية. أنا ما بجيبش مدرب أجنبي مش علشان اللي عندي قليلين، لا، من عندي لعيبة كتيرة أصبحوا مدربين كبار. الدوري المصري بالمناسبة النهاردة قعدت أتخيل أسماء المديرين الفنيين اللي موجودين فيه من أبناء النادي الأهلي، ولما بقول أبناء النادي الأهلي ناس لعبت واعتزلت في النادي الأهلي أو ناس جت في تجارب احترافية لعبت في النادي الأهلي أو ناس لعبت في الناشئين في النادي الأهلي ولم تكمل مسيرتها، هنلاقي 8-9 مديرين فنيين في الدوري الممتاز من أبناء النادي الأهلي كلاعبين. فبالتالي هذه المدرسة الكروية المهمة القادرة دايما وأبدا على إنجاب مثل هذه الكفاءات التدريبية الجيدة لا يعوزها ولا ينقصها أبدا أنه تقدم للأهلي مدرب كمان من أولاده يقدر يقود فرقته في أي توقيت. ده موجود وده مؤكد محل ثقة من النادي الأهلي لكل أولاده، لكنه هي الرغبة دايما وأبدا في التطوير، الرغبة في أن أنا أشوف العالم بره وصل لفين، والرغبة باستمرار أن أنا أرتقي بمستوى كرة القدم في النادي الأهلي ومن ثم تنتقل إلى المنتخبات الوطنية. زي ما قلت لحضراتكم الفوز النهاردة دفع الأهلي خطوة مهمة، والفوز على جيما الأثيوبي أيضا كان له تداعيات مهمة جدا، لكنه أهمها أنه تقرر تأجيل مباراة العودة. مباراة العودة كانت الجمعة الجاية، الاتحاد الأفريقي أعلن على موقعه انه لاسباب تتعلق بالفريق الاثيوبي تم تاجيل المباراه 48 ساعه عشان تقام يوم الاحد اللي جاي ان شاء الله بدلا من الجمعه. بعثه الاهلي برئاسه الاستاذ ابراهيم الكفراوي رئيس عضو مجلس اداره النادي كان من المقرر ان تسافر مساء غد الثلاثاء، فيما لو كانت المباراه هتقام الجمعه، لكن تاجيل المباراه 48 ساعه ربما يدفع الكابتن سيد عبد الحفيظ
مدير الكرة إلى تأجيل السفر إلى أديس أبابا. وأثيوبيا فيها مشكلة كبيرة دايما تتعلق بنقص الأكسجين، الارتفاع الهائل عن سطح البحر بيؤدي إلى نقص الأكسجين، فبالتالي يوصى دايما وأبدا يتسافر قبل المباراة بفترة طويلة تستوعب كل هذا التغير الكبير جدا فسيولوجيا، أو تسافر ليلة المباراة تكتفي بيوم واحد فقط، فما بتلحقش تتأثر بهذه المشكلة الكبيرة اللي بتواجه كل الفرق اللي بتروح تلعب في أثيوبيا. فعشان كده الأهلي هيسافر الخميس وهيلعب إن شاء الله يوم الحد. نتمنى إن شاء الله للعيبة في هذه المباراة التركيز. سمعت الكابتن محمد يوسف بعد الفوز النهاردة بيتكلم على ضرورة إن احنا نلعب مباراة بطل أثيوبيا بالشراسة الأهلوية، بالشراسة. قال نفس التعبير، قال أنا أكتر حاجة هطالب بيها اللعيبة إحنا في الملعب لازم نستقتل على الكورة، لازم يكون في شراسة في الأداء، لازم يكون في تركيز شديد جدا في استغلال هذه المباراة، لأنه الفوز بهدفين في مباراة فيها ظروف مناخية بهذا الشكل فوز غير مريح. لكن إحنا كان ممكن جدا هنا نروح تقريبا وإحنا مش محتاجين أي حاجة، كان أي عدد من الأهداف تتخيله كان يمكن للأهلي أن يفوز بيه. لكن أما وإنه حدث إهدار كل هذه الفرص، تم التأكيد على اللعيبة بخوض مباراة الأحد بكل التركيز والشراسة إن شاء الله. الغياب في المباراة الجاية هيغيب سعد سمير، وأعتقد صلاح محسن مستمر غيابه، يرجع إن شاء الله أحمد فتحي، يرجع علي معلول لو الجهاز تأكد من جاهزيتهم للمشاركة، حسام عاشور يمكن لسه يكون قدامه بعض الوقت أو هيخضع للتجربة قبل السفر. لكن سفر كل هذه الخبرات وتجهيز كل العناصر هيبقى مسألة مهمة جدا وضرورة الحذر الشديد. المباراة دي لو كانت ادت درس، فالدرس الحقيقي ليها ما ينفعش إهدار كل هذه الفرص. إهدار هذه الفرص بهذا الشكل كان يخلي اللعيبة دايما وأبدا لازم تستدعي حالة تركيزها. فنتمنى إن شاء الله اللي ضاع مننا هنا نلحق نتحصل عليه هناك، والأهلي قادر على تحقيق فوز كبير في أديس أبابا إن شاء الله. الأهلي في ظل تعديل موعد المباراة القادمة مع بطل أثيوبيا، من الطبيعي جدا هيحدث بعض التعديل في المؤجلات أو مواعيد المؤجلات. كان الأهلي هيلعب الجمعة وهيرجع يلعب الأربع يوم 26 مع الداخلية، لكن جيما جيفارا بقت الأحد 23، فبالتالي هيرجع الأهلي 24 يا 25 من أثيوبيا حسب ظروف مواعيد الطيران. لجنة المسابقات حاطة الداخلية يوم 26، وإنبي يوم 30 ديسمبر، وبيراميدز يوم 4 يناير، وسموحة يوم 3-8 يناير. ده قبل طبعا بداية المشوار الجديد في دوري المجموعات الأفريقي اللي هيكون خلال 11 و12 يناير. لكن أنا بتكلم على مؤجلات الدوري في هذه المرحلة، الداخلية 26 لغاية سموحة 8 يناير. بالتأكيد مسألة مضغوطة جدا. سمعت أكتر من حد كان بيفتي إزاي الأهلي ليه تأجلت له كل هذه المؤجلات؟ ما لجنة المسابقات زنقت المسابقة لما أجلت مباريات الأهلي، وكأن الأهلي كان واخد الأجازات علشان يروح يتفسح أو هو في نزهة. لما يكون فريق مسافر يلعب، معرفش إزاي كانت ناس عايزاه الاتحاد الأفريقي المرة دي لأول مرة الضغط بتاع الجدول دور الأبطال، كان بيلعب الذهاب والعودة خلال مدة أسبوع واحد، إذا لعب الجمعة بيلعب الجمعة، إذا لعب الحد بيلعب الحد، بينهم أسبوع واحد فقط، فبينهم سفرية يا رايح يا راجع. معرفش كان إزاي مطلوب للأهلي يلعب ثم يسافر ويرجع يلعب هنا كمان. فكل هذه المؤجلات الأهلي بيدفع ثمنها، بيدفع ثمنها، بس كمان بلاش الفتي الدائم على إنه ده كان خدمة للأهلي. الأهلي كان وقتها بيشارك في هذه البطولة وما كانش قدام لجنة المسابقات أي حل غير إن هي تحاول تعمل بعض التنسيق للمواعيد المتداخلة كتير مع بعضها. ذهاب نتائج دوري أبطال أفريقيا، الأهلي
في هذا الدور فاز على جيما أبا جيفار الأثيوبي 2-0، النصر الليبي فاز على الحرية الغيني 3-0، القسنطين الجزائري فاز على فايبرز الأوغندي 1-0، نكانر الديفلز فاز على السيمبا التنزاني 2-1، أورلاندو الجنوب أفريقي فاز أو تعادل مع أفريكا ستارز النميبي 0-0، شبيبة الثروة الجزائري مع اتحاد طنجة الشبيبة فاز 2-0، الملعب المالي خسر من أسك الإفواري 1-0، والوداد المغربي فاز على جراف دي كار السنغالي 2-0، جورماهيا الكيني فاز على لوب ستارز النيجيري 3-1، فيتا كلاب الكونغولي فاز على بانتو بطل لسوتو 4-1، وأوثو ديو الكونغولي تعادل مع بلاتينيوم زيمبابوي 1-1، الإسماعيلي فاز على القطن الكاميروني 2-0، أهلي بنغازي الليبي تعادل مع سان داونز الجنوب أفريقي 0-0 هنا في القاهرة، مازيمبي الكونغولي مع زيسكو فاز على زيسكو الزامبي 1-0، الأفريقي التونسي فاز على الهلال السوداني 3-1، مباريات العودة هتقام على ملاعب الأندية اللي ذكرت ثانيا. ده أبرز المواعيد اللي كانت أو أبرز المباريات اللي كانت في هذا الدور ذهاب دور ال 32، لكن كمان زي النهاردة وده يمكن جاي بالتوافق مع كأس العالم للأندية، الحدث اللي مقام حاليا في الإمارات واللي كانت بالتأكيد كل جماهير الأهلي ترغب وتحلم بالوجود فيه، لكن قدر الله وما شاء فعل. المؤكد أنه النهائي مع الترجي التونسي كان فيه دروس كتيرة جدا، والمؤكد أنه تدارس كل ما حدث تفصيلا من شأنه تفادي تكرار مثل هذه الأخطاء اللي حدثت وأودت إلى ضياع فرصة كانت فعلا وشيكة للأهلي لإحراز هذا اللقب. وأعتقد للمرة الثانية لما يكون متكرر عدم الفوز بالمباراة النهائية تحتاج المسألة إلى دراسة التعامل مع اللحظات الأخيرة أو الأمطار الصعبة، فأعتقد كفاءات الأهلي الإدارية وقياداته عندها القدرة على بحث مثل هذه الأمور والاستخلاص أو استخلاص الدروس المهمة جدا منها لتفادي تكرار مثل هذه الأحداث. زي النهاردة يوم 17 ديسمبر 2006 كان الأهلي في أفضل حالاته، كان الأهلي متوجا لدوري أبطال أفريقيا، راح كأس العالم للأندية باليابان، حقق ما لم يحققه أحد من قبل. صحيح بعد كده مازيمبي أخذ الثاني، لكنه في لغاية وقتها كان حصول الأهلي على برونزية كأس العالم للأندية هو الإنجاز الأفضل لأي فريق أفريقي. فاز الأهلي في هذا اليوم على كلوب أمريكا المكسيكي 2-1 في مباراة تحديد المركز الثالث، سجل الهدفين محمد أبو تريكة زي ما حضراتكم شايفين، وكانت من أكبر اللحظات التاريخية سعادة للأهلي ولجماهيره، لأنه التتويج بحاجة عالمية أعتقد كانت مسألة تدعو للفخر الحقيقي ولزهو كل الأهلوية. يوم 18 ديسمبر 87 الأهلي توج ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري للمرة الثانية في تاريخه، كان فاز على الهلال السوداني 2-0 بعد التعادل ذهابا بدون أهداف، سجل هدفي المباراة الثعلب مدافع الهلال في مرماه وأيمن شوقي القناص. المباراة الأخيرة في الملاعب، هذه المباراة كانت اللقطة الأخيرة في الملاعب للكابتن محمود الخطيب، آخر ظهور للكابتن محمود الخطيب في مباراة رسمية كانت في هذه المباراة يوم 18 ديسمبر 87، فوز الأهلي على الهلال السوداني 2-0 وتتويج الأهلي ببطولة أفريقيا أبطال الدوري. فال وعليه الكمال، بإذن الله تعالى تعود كل أيام الأهلي السعيدة. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نستقبل الكاتب الصحفي الأهلاوي الموسوعي الأستاذ حامد عز الدين. أهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقة يعني فكرة مستشفى الأهلي وفكرة الإصابات اللي بتداهم لعيبة النادي الأهلي محتاجة بحث على نطاق أوسع شوية. أنا كنت فاهم أن المسألة زي ما بيقولوا تتعلق بأرضية الملعب، تتعلق بضغط المباريات، تتعلق بشد عصبي، تتعلق
باحمال تدريبيه، كل التفسيرات ديت ثبت انه لا مش صحيح، لانه هي امتدت الى الصحفيين والاعلاميين الاهلاويه. ما ان اتصلت بالاستاذ حامد عز الدين عشان يكون ضيف عزيز علينا النهارده، فوجئت عنده اصابه هو راخر. استاذ حامد اهلا بيك والف سلام عليك. اهلا بيك يا ابو خليل. الف سلامه. هي المستشفى ناقصه والله. ال- 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 الحقيقه يعني التوقيت كان عجيب جدا جدا، لكن يعني وانا بحكي هحكي اللي حصل. لابد ان اوجه الشكر والتحيه والتقدير لهؤلاء العشاق للنادي الاهلي في مدينه شرم الشيخ، حيث كانت الوعكه والوقعه الواقعه ان هم يعني انا يعني انا كنت رايح طبعا عشان اشارك في افريقيا 2018 للاستثمار في القاره الافريقيه، في حضور عدد كبير من رؤساء الدول الافريقيه وفي تنظيم اكثر من رائع، لانه مصر على ما يبدو اصبحت خبيره من الخبراء الكبار في تنظيم مثل هذه الاحداث الكبيره. صحيح، في شرم كمان تحديدا، في شرم الشيخ. الاهلاويه يعني انا لم انا كنت ناسي خالص يعني يعني اللي في دماغي كله انا بتكلم على حاجه في الاقتصاد وافريقيا، في ندوات كتير وارقام واقتصاد واستثمار وبنوك وكذا وكذا، هو ده اللي في دماغي وانا رايح. لكن من اول صبيحه اليوم الثاني انا وصلت بالليل، والمؤتمر هيفتتح الثاني يوم الصبح ولابد ان يبقى موجودين بدري، فقابلت الناس في الفندق. ف انا بقيت مستغرب من اهتمامهم بيا اصلا. وبعدين يعني بعد ما اقول له اهلا بيك وكذا وبتاع يقول لي طمنا على الاهلي. فانا اقول له انا جاي عشان، يقول لا انت اللي هتطمنا على الاهلي، احنا ما شفناك قلنا يبقى الاهلي جاي وحاجه زي كده. قلت لهم يعني انا اتمنى ابقى دايما يعني ايه ارتباط شرط بالنادي الاهلي، بس افريقيا في حاجه ثانيه. لكن انتهى المؤتمر على خير. واليوم التالي كل الوفود مسافره، الطيران كل 25 دقيقه من مطار شرم الشيخ طالعه طياره راجعه على القاهره يعني. انا خلصت كل حاجه، وبعدين في الحمام اخذت الدش، رجلي الشمال زحلقت على ميه فوقعت على دراعي الشمال بألم كان فظيع جدا. بقيت بفكر في ثلاث اربع حاجات، الاول ان انا اقف، وثانيا انا معايا شنطه ونص. طب هعمل ازاي؟ انا دراعي مش حاسس بيه تقريبا. ولكن الطياره لازم نتحرك. وتحركنا ودخلنا مطار شرم الشيخ. حد من العاملين يعني المسؤولين عن المساعده زي دي دخلني جوه. لكن ده في طابور عشان البوردنج وكذا، ففوجئت بعدد كبير جدا، وكأن كل اللي موجودين في المطار انذاك كلهم اهلاويه جاؤوني يعرضون المساعده ولم يكلفوني عناء حتى ان انا اقف في طابور ولا ان انا اعمل اي حاجه. الناس بتوع الـ الامن بتوع مصر الطيران شافوا الحاله اللي انا كنت فيها فساعدوني مساعده جامده جدا الى ان عدت الى القاهره، ومن مطار القاهره الى مستشفى اقرب مستشفى على اساس اطمن، لان الالم كان فظيع جدا. الف سلامه يا اسحام. الف سلامه. ومعرفش هي دي العين الغريبه جدا يعني. ربنا ينجي الاهلي وكل الاهلاويه. انا بس حكايه اصابات الاهلي احنا بنتكلم وبندور على يا ناس، اي فريق يلاقي الاهلي على اي مستوى يعني يبقى التعليمه الاولى هي اضرب. انا اتذكر كان الاهلي يلاعب الزمالك، وكانت اخر تعليمه لمدافع الزمالك نبيل محمود من الكابتن احمد مصطفى اضرب. بس خلي بالك انت جوه ولا بره. اطرد فيها نبيل بعد خمس دقائق على خمس دقائق. لا اطرد، هو العنف فعلا، العنف ضد لعيبه الاهلي. كلمني بعد المباراه مباشره الدكتور جلال الجنزوري
أخو الدكتور كمال نعم. وأهلاوي عاشق للأهلي ولديه نفس القدرات حتى في الحفظ الذاكرة الحية جدا للأرقام بشكل غير طبيعي مذهل. نعم. قاعد يعدد لي عدد الإصابات وعدد الفاولات الخشنة اللي ارتكبت مع اللعيبة، بيقول لي احنا يعني قال نفس التفسير اللي حضرتك بتقوله انه العنف اللي ضد لعيبة الأهلي في المباريات غير طبيعي. طبعا. ومحتاجة احنا ما بنتكلمش ليه في الكلام ده يا جماعة. هذه حقيقة. لعيبة الأهلي تتعرض للإرهاب في كل الملاعب، مش الملاعب العربية والملاعب المحلية والملاعب الأفريقية. ضرب ضرب ضرب. احنا أول دقيقة في ماتش الترجي في القاهرة كان دماغ وليد مفتوحة. صحيح. أول دقيقة هناك كان يعني حد كان داخل عايز يعني إيه يشيله من على الأرض. أيه. شيل أي مكان. أيه. أي مكانة النتيجة. لعيبة الأهلي بتتعرض لعنف لا يتعرض له أي فريق أي فريق آخر. نتمنى أنه يكون في حماية قانونية. مارتن لاسارتي مبروك. الله يبارك عليه. عليه طبعا. حلوة. أي أي حد له علاقة بالرياضة وبكرة القدم على وجه الخصوص أن يرتبط اسمه نادي الأهلي، فيبقى نقول له مبروك عليك الأهلي. أنه هيدخل تاريخ مختلف وهيعيش في مناخ مختلف، لأنه الناس قالوا له أنت رايح أعظم نادي في القارة الأفريقية. هذا هو الأهلي. هذا هو الأهلي الذي يحاول البعض أنه يضعه في مقارنات مع غيره. مين غيره؟ مين غير الأهلي؟ يعني أنت بتقارن الأهلي بإيه؟ أنت بتقارن الأهلي محليا؟ أضحكتني. بتقارنه أفريقيا؟ أضحكتني. نحن النادي الأهلي جماهيره ومسؤوليه وأعضاؤه استقبلوا حصوله على مركز الوصيف في بطولة رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، أكبر بطولة على مستوى الأندية في إفريقيا، بحزن شديد وكأن الدنيا السماء انطبقت على الأرض واعتبروا الأهلي وقع وهو وصيف بطل إفريقيا. أيوة. أي أن الحاصل على البطولة بياخد 5 درجات في تصنيف بطل القرن 21، والتاني بياخد 4. مش بتكلم طبعا على المكاسب المادية. انت كسبت 3-1 وكسب 3-0 يعني حتى لا أو كسب. احنا كنا مين اللي بيلعب؟ يعني احنا كنا بنلعب بدون خط دفاعنا كله. صحيح صحيح. بدون خط الفرود بتاعنا كله. صحيح. بدون المدافعين بتوع الوسط اللي معانا. احنا كنا بنلعب ب 3 من 11 احنا كنا بنلعب ب 3 من 11 ودي ظروف غايه في الصعوبه، وطبعا ايه لها اسبابها ولها كواليسها ولها حاجات كتير. وما جرى داخل الملعب انه فعلا استاد رادس لم يكن ملعب كره قدم. صحيح. كان ملعب اي حاجه تاني مش كره قدم. اذا مبروك عليه مارتن لاسارتي. لاسارتي المدرب الاوروغوياني للاهلي رسميا تم التوقيع. شفتوا حضراتكم بعض اللقطات من وجوده في النادي، لكن هنشوف في هذا التقرير الصوتي هي ايه قصه الاهلي مع المدربين الاجانب. يحتفظ التاريخ في ذاكرته بأسماء 23 مدربا أجنبيا من دول ومدارس تدريبية مختلفة قادوا فريق الكرة بالأهلي فنيا على مدار تاريخه الزاخر بالبطولات. كان من أبرز هؤلاء المدربين المجاريه ديكوتي الذي حقق 5 بطولات للدوري وبطولة واحدة لكأس مصر. يذكر له أنه كان صاحب نمط تدريبي جديد على الكرة المصرية تمثل في قراءة خطط لعب الفرق المنافسة وقراءة الملعب. ثم الألماني فايتسا الذي عمل مع الأهلي لمدة موسم واحد فقط استطاع خلاله تحقيق بطولة الدوري وكأس مصر والكأس الأفرو أسيوية. يبقى ساحر البرتغالي مانويل جوزيه حالة فريدة بين كل من تولوا قيادة الأهلي، حيث حقق وحده مع الأهلي 19 بطولة متنوعة وحصد معه برونزية كأس العالم للأندية، فضلا عن إدخال طرق لعب جديدة
استفادت منها الكرة المصرية. اعترف بذلك الكابتن حسن شحاتة الفائز بثلاث بطولات لأمم إفريقيا. يذكر تاريخ آخرين منهم حصلوا مع الأهلي على بطولات متنوعة وهم الإنجليزي هاريس 4 بطولات، الألماني راينر هولمان 4 بطولات، الألماني راينر تسوبل وحصل على 5 بطولات، فريتز وحصل على 3 بطولات، وأخيرا الإسباني جاريدو وحصل على بطولة السوبر المصري، ثم قاد الأهلي للفوز بكأس الكونفدرالية لأول وآخر مرة باسم فريق مصري منذ أقيمت البطولة وحتى اليوم. مدربون آخرون تركوا أسماءهم للتاريخ كمدربين للأهلي مثل الإنجليزي مايكل إيفرت ودون ريفي وماك برايد وجيف باتلر، والألماني ديكسي، والبرتغاليين بيسيرو وتوني أوليفييرا، والهولندي بومفرير، والفرنسي كارتيرون. اليوم تتطلع جماهير الأهلي إلى طموحات تعلو فوق السحاب، تأمل بأن يحلق المدير الفني الجديد لاسارتي الأوروغواياني مع الأهلي في سماء البطولات. هي بلا شك تجربة جديدة مع مدرسة تدريبية مختلفة لأول مرة من خارج القارة الأوروبية. يتمنى لها الجميع أن تناطح طموحات قلعة البطولات. ثلاثة وعشرين خواجة قادوا أحلام الأهلي عبر تاريخ كرة القدم في النادي، منهم ثلاثة أصحاب التجارب الزاهية جدا، يعني إذا كان هيدي كوتي أو ديتريش فايسا أو مانويل جوزيه. بين كل هذه الجنسيات المختلفة للثلاثة وعشرين، هذه لأول مرة الأهلي يتجه اتجاه لاتيني، يجيب مدرب من أمريكا الجنوبية أو من برة أوروبا عامة، ده أول مدرب غير أوروبي للنادي الأهلي. شايفها إزاي؟ أنا شايفه أقرب واحد لجوزيه. طبعا اقرب واحد للجوزيه في التوقيت بتاع حضوره، في انه ان شاء الله سيصنع اسم ويبقى نجم من النجوم الكبار كما فعل جوزيه في البرتغال. البرتغال اقرب الى اسبانيا واللاتين من صحيح. من اوروبا, من أوروبا. والاهلي بيظهر جدا جدا مع مدربي هذه المدرسة. بس دعني قبل ما نرحب ونتمنى كل الخير للخواجة الجديد لازارتي، انه انا اعتقد انه قرار الاستغناء عن الفرنسي كارتيرون كان متسرعا بشكل واضح، لانه انا مش ممكن ابدا حضرتك اقول لك انت مدير شركه ونيجي نتحاسب الاقيك انت طلعت التاني في بطوله خدتها وانت كنت الاخير في ظروف غايه في الصعوبه، فيدفعني للانفعال السوشيال ميديا، لانه في هناك فرق بين مشاعر الجماهير العاطفية المتحمسة وبين أن تكون مسؤولا. رجل كان يحب الأهلي وكان سعيدا. كل أجنبي ارتبط بالأهلي أحب الأهلي، إذن هي يعني لا نحكم العاطف، لكنه أنا لو قلت من الناحية الكروية لو الأمر تم بحثه بشكل كويس مش في صالح مارتن، مش في صالح كارتيرون، لو تم مناقشته على طاوله فنيا. نعم. لانه احنا اولا فكره ان الاهلي ما بيغيرش اثناء الموسم من سنه 90-91 حتى النهارده، دي المره ال11 اللي غير فيها الاهلي مدربه اثناء الموسم، ال11 ومع كل المجالس من 90 لغايه هذا المجلس الحالي 11 مره اتغيروا المدربين. انت لما بتناقش الامر بشكل فني في اخطاء يمكن قبولها مرجعها لكل الظروف، لكنه القيادة الفنية والادارة الفنية للفريق لو وجدت بعد انتهاء مرحلة مهمة، ولعل
انتهاء دوري أبطال أفريقيا والخروج العربي مرحلة كفيلة بالمناقشة لو ناقشتها على سبيل الفنيين بشكل متخصص، في تقديري لا تفضي إلا لصالح الرجل. فأنا أعتقد أنه ربما القرار تأخر علشان الارتباط. وهي على فكرة مش مانويل جوزيه لما جه للنادي الأهلي في الولاية حتى الثانية جه بعد توني أوليفيرا. توني أوليفيرا كان يسبقه في التصنيف في البرتغال بشكل كبير، واحد من المدربين الكبار جدا في التصنيف البرتغالي، لم يحقق أي شيء للأهلي بعكس مانويل جوزيه أقل تصنيفا منه وقتها، شوف عمل نجاحات قد إيه. فهي أنا بعيدا عن التصنيف مش لا مش تقليل من كارتيرون، لكنه واضح جدا كانت عنده مشكلة في الإدارة الفنية. لا، كان عنده مشكلة في حجم في المستشفى الأهلاوي، كان عنده مشكلة في غياب عدد كبير جدا من العناصر الأساسية في نفس أنا الوقت. أنا هنا على في هذا البرنامج يعني، بس مش عايز أتدخل كتير. تكلمت على أسوأ ما حاصل إن أنت مغير شكل الفني وشخصية الأهلي التكتيكية اللي الأهلي ناجع بيها وناجح بيها بقوة من أيام أبو تريكة ثم عبد الله السعيد ثم مين صنع اللعب، واخد بالك؟ الراجل كان له اجتهادات تكتيكية لا تناسب شخصية الأهلي الفنية. أنت النهاردة نصر ماهر هذا لاعب يمكن أن يهمل؟ ليه؟ غير طبيعي، لا يهمل لمنتخب مصر حتى، مش للنادي الأهلي على فكرة. وطالبنا احنا هنا لولا ان احنا ما كناش عايزين يكون المسألة تدخل في الشأن الفني، لكن كنا بنتكلم على في قدرات يجب، حتى انا قلت لفظ ساعتها والمهندس عادل ناقشني فيه، تمكين الموهوبين. انت احمد الشيخ يمشي؟ يعني انا مش عايز افيض في مناقشة الاخطاء الكتيرة جدا اللي قادت الى هذه النتائج، لكن مؤكد ان القرار كان نتيجة دراسة فنية متأنية، ومؤكد انه كابتن الخطيب لما عكف على هذه الدراسة منغلقا كانت قدامه معطيات كتيرة ربما اكتر من اللي الناس بتتداولها حتى. ربما انا الراجل ده لو كان اخذ يعني لو كان استمر ما كانش هيبقى، بس يستمر في ظروف طبيعيه. الراجل بدا بظروف استثنائيه كتير من الظروف هو صنعها كتير من الظروف هو صنعها. يعني انا حتى قلت وقتها للمهندس عادل لفظ، قلت له مدربين الكوره لن تستطيع معهم صبرا، لانه يخلق لك الازمه ويجي يشتكي، وهي لما تيجي تناقشها طب هو يقول لك النقص العددي. النقص العددي وانا عندي 5-6 لعيبه منهم ناس كانت هدافه الدوري. يعني احمد الشيخ هذا المهمل كان كراجل مرتين ياخد هداف الدوري بره النادي. انت النهارده بتسعى ان انت بسرعه تسجله في افريقيا. يعني شوف انت خسرت قد ايه على سبيل الافراد الموهوبين. ايام ما كان الامر فانا انتظر انما الخير، انا اللي يهمني الخير للاهلي، اللي يهمني انه الراجل مشي بشكل محترم وعبر عن شكره، والاهلي وجه له شكر بشكل لائق جدا. حتى الاستاذ خالد درندالي لما قال له، يعني الراجل احترم جدا انه عرف القرار من رئيس البعثه وبشكل لائق ومحترم. على كل احنا بنرحب بالجديد، بس لابد ان نشكر الاخر. لابد ان انا كان عجبني السيد عبد الحفيظ في المؤتمر انه وجه شكر لكل الناس اللي اشتغلت في الفتره اللي فاتت وادت دورها. يعني هي برضو المساله لا تبخسوا الناس اشياءهم، بس برضو لا تنسوا ان تحددوا الاسباب الحقيقيه. ما تدينيش لابد ان كل اداره ناقصه اهم المسؤولين اللي فيها، وبعدين تيجي تحاسبني على نتيجه ازاي. ناقص في حاجات كتيره جدا ناقصه، تعرضنا لظلم فادح في اكتر من حاجه. لا، بالتاكيد انا اوجه لهذا الرجل تحيه على الفتره اللي قضاها، ويعني اسف لسوء بخته. صحيح، اسف لسوء بخته. على فكره ما هو في كتير مدربين بيبقوا كويسين جدا وما يواجهوش حظ كويس. يعني انا اسف، مش محظوظ في مرحله معينه، وان شاء الله بتمنى انه مسيو دولا سراتي يكون حظه افضل منه. متاثر بالثقافه الفرنسيه انت. طيب النهارده كارتيرون مستر مارتن لاسارتي عقد مؤتمر صحفي بدا قدمه الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، وضح سيد
كيف تم التعاقد مع مارتن لاسارتي وازاي الامور مشيت وازاي الناس ما عرفتش. نسمع سيد عبد الحفيظ. في البدايه يمكن شيء بشيء يذكر، ما خدناش وقت طويل في الحاجه في الامور التفاوضيه مع مستر مارتن، يمكن الامر كان شبه محسوم من البدايه، اسم النادي ومكانته وهو كمان امكانياته وقدراته وان شاء الله الرحمن يبقى حاجه كويسه. ما خدناش حوالي بتاع 10 ايام او اقل من كده بشويه. مده التعاقد كلها هتبقى سنه ونص باذن الله، هتبدا من فعالياتها من اخر ديسمبر ان شاء الله، يعني ممكن 27 او 28 بيكون موجود هنا في كقياده فنيه للفريق، هتمتد لموسم ونص ينتهي بموسم 2019 2020. وطالما ذكرنا بعض الاسماء اللي زي كده لكن او الاحداث اللي شبيهه في الجزء ده، لازم كمان نتكلم على اهميه المرحله واهميه التواجد فيها واهميه المنظومه ككل، سواء كانت من الاجهزه الفنيه او من اللاعبين. كل اللي نقدر نقوله او نوعد بيه ان احنا ان شاء الله الرحمن اللي جاي بالنسبه لنا يبقى احسن ان شاء الله. طيب ده الكابتن سيد، وهو بياكد على انه مساله التفاوض استمرت اقل من 10 ايام او 10 ايام تحديدا، وانه كان في توافق كبير جدا بين الطرفين الى ان تم الاستقرار على بنود العقد. سبب اختيار لاسارتي، ايه فلسفه اختيار مدرب من امريكا اللاتينيه او من الاوروغواي للنادي الاهلي؟ هو نفسه اجاب، نشوفه. porque elegir al Ali هو اختار الاهلي ليه؟ es un gran club, grandísimo club. هو نادي عظيم ومن اعظم النوادي اللي موجوده في المنطقه. con una gran historia. ليه تاريخ عظيم. y con grandes objetivos. واهدافه عظيمه برضه. cosa que a mí me gusta y que me agrada y que estoy acostumbrado. وهو عاجبه ان يكون ليه اهداف عظيمه، النادي نفسه ليه اهداف عظيمه. وده اللي عاجبه وهو متعود على كده، ان هو يختار الموضوع النوادي اللي ليهم اهداف عظيمه. هو بيعيش الكوره بشغف. وهو جاي مصر عشان يكسب. هو جاي عشان يكسب. ايه الوسائل اللي تدعمنا عشان نكسب؟ lógicamente en el trabajo. في الشغل طبعا. en un plantel de futbolistas muy rico, muy bueno. تشكيلة لعيبة تكون كويسة وجاهزة. en el entendido de que cada uno tiene que hacer su trabajo. ومفهوم من ده ان كل واحد يبقى يعمل شغله كما يجب. joven, experiente, estrella o recién iniciado. لاعب صغير السن او كبير او نجم، كل واحد لازم يقوم بواجبه. Todos tenemos que entender que somos un grupo, un plantel. كلنا فريق واحد، مجموعة واحدة. Para la consecución de esos objetivos. عشان نوصل للهدف بتاعنا. نادي له تاريخ عظيم، بس كمان المهم ان اهدافه عظيمة. وهو واضح انه عنده شغف لتحقيق ده، انه عارف انه الاهلي اهدافه كبيرة قوي وهو حابب يخوض ده. تركيبه ذهنيه بهذا التكوين، رايك ايه؟ انا دي اعتقد عشان كده انا قلت هو اقرب ما يكون لمانويل جوزيه. انه كل واحد يعمل شغله وعايز الناس الكويسه الكبار والصغيرين الجميع يعمل شغل اللي مظبوط، نشتغل شغل جماعي على اساس ان احنا نحقق الهدف. انه هو متاكد انه الاهلي هو رقم واحد. رقم واحد محلي وافريقي وترتيبه العالمي. ترتيبه العالمي ما ننساهوش. هو هيتكلم على ده. هذا الاحساس. هو بيشتغل مع مين؟ وجمهور الاهلي العظيم اللي هو بالتاكيد سمع عنه وجابوه له من السفاره الاورجوانيه من هنا وقبل ما يجي وهكذا. ان شاء الله ان شاء الله يكون دافع لهذا الرجل لكي يصبح يعني مانو جوزيه أورجواياني. جوزيه الأورجواياني. طيب برضو بالمدربين الأجانب باستمرار، مش بس الناس تسأل على السي في بتاعهم درب مين، لا كان السؤال طلع مين، اكتشف مين. نشوف لاسارتي كان إسهامه في نجوم كبار عالميين اكتشفهم.
Vengo de un fútbol donde la darle oportunidades a los jóvenes. هو بيجي جاي من عالم في بيدي فرص للعيبه الجداد. Es cosa de todos los días. ده بيحصل معاه كل يوم. He sido afortunado, el afortunado he sido yo en realidad. كان محظوظ de haber tenido en el camino en este caso primero a Luis Suárez. ان في طريقه اكتشف سواريز. Y después a Antoine Griezmann, ¿no? Y Griezmann también. En realidad los buenos son ellos. والحقيقة ان هم اللي كويسين هم ظهروا في طريقه. Pero sí me gusta, sí me gusta la posibilidad, si veo talento, si veo personalidad, si veo deseo, me gusta darle la oportunidad al joven. هو يحب ان هو يكتشف حد يكون عليه شخصية ولعيب موهوب وبكده يقدر يساعده. ده تأثير التغيير. انك انت بتضخ روح جديدة، طموحات جديدة، ثقافة تانية، لانه انت متخيل تأثير الراجل في حتة ان انا غاوي اكتشاف ناس، غاوي تقديم ناس جديدة. واتكلم طبعا على سواريز وجريزمان وباحترام قال لك هم كويسين لان هم اتحطوا في طريقي، يعني هو ما نسبش حاجة لنفسه. لا هو قال لك هم طبعا هم كويسين، وهنا الباقي شغله هو. الباقي شغله زي اللي هي عينين الفتره بتاعت جوزيه، يشوف اللاعب ده ويشوف اللاعب ده ويبقى عارف هعمل بيه ده ايه وهعمل بيه ده ايه. فالنقطه دي في السي في بتاعه من اهم الحاجات. السي في بتاع هذا الرجل مشرف جدا، يعني سي في مشرف جدا لمدرب يستحق ان يكون على راس القياده الفنيه للنادي الاهلي. واعتقد انه ان يكون هو الاول من امريكا اللاتينيه اللي بيشتغل في مصر. امريكا اللاتينيه يعني ايه؟ من اللي هم العباقره والاساطير بتاعت كره صحيح. القدم يعني اورجواي دي مش حد قليل. لا ده يعني دوله من دول صانعه التاريخ صحيح. في كره القدم. فاللي انا شايفه منه لغايه دلوقتي، وبعدين النهارده هو كان في الملعب وكان واضح انه مركز في الماتش بتاع الاهلي والنجوم. وانا اعتقد انه الاهلي لعب ماتش كويس جدا، ولكن لا تزال مش هنقول اللمسه بصراحه، البخت. البخت مش ماشي، والا كان الماتش ده طلع بنتيجه كتيره جدا زي ما حصل في الماتش اللي قبليه. ويا رب يكونوا دول اخر ماتشين يتخلى عنا الجنرال توفيق. طيب الراجل، ولعل ده كان واحد من حيثيات اختياره او الاتجاه لهذه المدرسه اللاتينيه، ان هي اقرب في التكوين النفسي والثقافي لطبيعه اللاعب المصري. يعني زي ما انت اشرت انه اقرب لمانويل جوزيه، وبالتالي الكيمياء واحده، تقدر فعلا تحط ايدك على مفاتيح التعامل مع هذه الشخصيه المصريه، وده اللي نجح فيه مانويل جوزيه، واللي وضح انه لاسارتي مهتم بيه، مهتم بازاي يقدر يقدم لعيبه. قال انا جاي من منطقه بتهتم جدا باظهار لاعبين جدد. لا يعني مش بس هو وصف، قال بالاسباني اللي هو بيستخدمه اما جاي يوصف الكوره، هو بيتكلم على العاطفه، على الحماسه، الحماسه الكرويه، ودي مهمه. وهم طبيعتهم قريبه مننا صحيح. هم يعني شعوب امريكا اللاتينيه فيها الحب الفياض مش والعاطفه الشديده، مش البرود الاوروبي، مش البرود الاوروبي. لا يعني العاطفه البارده اوروبيه شويه. طبعا يعني الماني انجليزي موضوع مختلف عن بتوع امريكا اللاتينيه، ودي هتتوافق مع اللاعب المصري. جوزيه كان بيوصل بيه الامر، يشوف هم عايزين ياكلوا ايه ويجيبه لهم على اساس يعني يفكوا عن نفسهم اللعيبه. فاحنا بنقول جوزيه لانه هو نجح في ان يفرض نفسه كواحده من اساطير التدريب في تاريخ النادي الاهلي. بالتاكيد. ايضا كل مدرب يجي لازم يلاحق بسؤال، ايه طريقه اللعب اللي هتلعب بيها؟ باستمرار، وكانه الزملاء اللي بيبقوا حاضرين المؤتمر فاهمين ان الراجل يقدر دلوقتي يقول انا هلعب بالطريقه الفلانيه. سالوه النهارده نشوفه قال ايه. El hecho de haber trabajado en diferentes sitios en diferentes lugares ان هو اشتغل في اماكن كتيره وبلدان كتيره
ha hecho de que uno de alguna manera aprenda a utilizar diferentes formas, diferentes sistemas. ده بيساعد ان هو يستخدم طرق مختلفه في شغله وتكتيك مختلف. Siempre creo yo por lo menos que primero están los jugadores y luego el sistema y no al revés. هو يعتقد ان الاول اللعيبه وبعد كده التكنيك بتاع اللعب. Es muy importante hacer un diagnóstico, observar lo que uno tiene. الأول لازم يدرس اللي عنده وبعد كده يقرر التكنيك اللي هيستخدمه. Para elegir el sistema adecuado. ويستخدم التكنيك المناسب. Seguramente en algún caso será un cambio no brusco, será un cambio que se va dando poco a poco. Si es que lo hay el cambio, ¿no? بيقول إن التغيير في التكنيك مش هيكون شديد في الأول وممكن يكون تدريجي. حاجة يقدر يغير في التكنيك اللي بتاع اللعب. No sé, por decir un ejemplo y de los números, en Europa es muy común jugar 4-2-3-1. Por ejemplo, في أوروبا بيلعبوا 4-3-1. 4-2-3-1. Y en Latinoamérica 4-3-3. في Latinoamérica 4-2-3-4-3. Elegiremos el más adecuado. هيختار الطريقة المناسبة لمصر. خلاصتها اختار الطريقه اللي تناسب اللعيبه بتاعتي. لا ما هو السؤال معلش انا يعني السؤال بتلعب ايه؟ يعني ايه الطريقه كانه ايه هو جاي والطريقه بلاستيك معاه يعني السؤال بصراحه يعني انا ما كنتش اوجهه له لانه سؤال مش مظبوط مش صحيح يعني هستفيد ايه؟ هيقول لك كده يعني هو في مدرب بيلعب بطريقه واحده جوزيه كان بيلعب باربع خمس طرق لا وهي هي الفكره اصل ده مش يعني دي مش دي الهويه الفنيه بتاعته راجل جاي بيقول انا بلعب عشان يعني احقق نجاح بالقدرات اللي موجوده وهيلعب وكوره بتاعته بالتكتيك وقال هغير في التكتيك بس هغير تدريجي ايوه يعني مش يعني انا اشوف انتوا بتلعبوا ازاي الاول لا هو السؤال انا هحدد ما انا ممكن اكون بلعب بطريقه واجي في المباراه الثانيه اما اشوف المنافس مش في المباراه الثانيه لا ده في الشوط نفسه ممكن يلعب بثلاث طرق بالظبط اشوف المنافس فانا اغير طريقتي لو المنافس في عنده نقط او الافراد اللي عندي اناسبهم يعني طريقه ايه طيب برضو من الاسئله اللي دايما تتسال للمدربين في مثل هذه المناسبات بتوعد الجمهور بايه سالوا لسارت نشوفه يوعد جمهور الاهلي بايه بالظبط Promesas son promesas y no está yo prometo trabajar. الوعود دايما موعود لكن هو يوعد ان هو يعمل ويشتغل. Ojalá que podamos conseguir esos retos, ¿no? وبيقول طبعا يتمنى ان هو يكسب ويوصل للبطولات دي. Pero sí prometemos trabajar mucho para لكن هيشتغل يوعد ان هو يشتغل بجد وهو ده الاهم حاجه. ده الاهم. ما اقدرش اوعد بطولة انا بوعد بالشغل، اوعد ان انا هشتغل كويس. ايوه. اول ان انا هسعى ان انا اعمل كل حاجه بس في النهايه يعني هو في دي اوروبي شويه هو دي في دي اوروبي شويه ان هو عايز الصعيدي يقول لك هاخد الدوري لا ده يقول لك كل البطولات خلاص اضمنوها وهي في جيبكم كده لا الاهلي عنده اسباب كتير اضافه للمدير الفني وانا يعني الحقيقه ما تابعتش المؤتمر الصحفي حتت صغيره منه يعني وهو على الهواء لكن الان مركز معاه وشايف انه كلام منطقي جدا عاقل جدا هو عارف هو بيقول ايه وعارف عايز يعمل ايه طيب مدرب جاي في توقيت مقبل الاهلي فيه على الانتهاء من الصفقات الشتويه هل المدرب الجديد له دور برضه بيتسال نفس السؤال وكان الراجل عارف مين هم بس اتسال ايه دورك في الصفقات الجديده للاهلي نشوف مارتن لاسارتي رد بايه seguramente nosotros recién llegamos pero seguramente en la elección de algún futbolista que pueda llegar al club اكيد في اختيار احد لاعبين الجداد للاهلي tendremos nuestro protagonismo nuestra postura junto con bueno lógicamente con Sayed con مستر سيد عبد هو هيكون لي دور مع مستر سيد واداره النادي الراجل واضح خلاص انا من دلوقتي اللعيبه اللي هتيجي بعد كده مع مستر سيد هيبقى ليا راي بيني انا وهو ودي مساله طبيعيه انت خلاص انت جبت مدرب
اي لاعب هتجيبه والمدرب موجود لازم انا هتاخد رايه فيه ولا محتاجه سؤال؟ طبعا يعني مش هتغيب الراجل بالذات في عرض الاسماء الجديده عليه. ايوه لكن انت اوكي في صفقات ابرمتها وخلصتها بناء على رؤى فنيه عندك انت، هو هيتعامل معاهم كانهم موجودين زي بقيه العناصر اللي موجوده في الفريق. والجديد لازم يبقى هو له راي فيه، لانه ممكن يبقى له دور هو نفسه في اختيار لاعبين من حتت احنا يمكن ما مش حاطينها في اعتبارنا. ولكن انا اعتقد ان راي هذا المدرب الاوروغواياني تغير بعد ما شاف الماتش بتاع الاهلي النهارده اللي هو حضره في الملعب، وهي اول مباراه اعتقد يشوفها له في الملعب. لانه يعني الاهلي برغم كل الغيابات، لا الاهلي فريق قوي جدا ويسعد اي مدرب ان هو يتعامل معه. اللعيبه كان عندها برضو انتعاشه، برضو وجود مدرب كله عايز يقدم نفسه. كله عايز حريص على فرصته، وهي دي برضو ثمار التغيير، انك باستمرار ضخيت جو جديد، كل واحد تخلص من اي مشاكل سابقه او من اي منغصات نفسيه وعايز يقدم نفسه بطرح جديد. فكان الكل النهارده تحس انه حاطط في دماغه ان الراجل بيسجل. صحيح صحيح، فكله بيسعى للفرصه وده التنافس. ما انا عشان كده فرحت جدا 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 لوليد ازارو. لانه الاجوان اللي ضيع كانت كتير. صحيح صحيح، انا كنت نفسي اساله انت بتضيع ازاي؟ فربنا كرمه بجول، ده ما جابش جول. انا كان نفسي ربنا يكرمه، ده مؤمن اللي جاب، مؤمن وقف مكانه جاب هو. طيب برضو من الحاجات، ما نسينا نساله على اصابتك انت والله. بس هو على معدل الاصابات في الاهلي عالي ليه؟ نشوف مارتن لاسارتي قال ايه. Hemos hablado del tema de las lesiones. هم اتكلموا عن المصابين، اللعيبه المصابين. Eso es un tema que siempre preocupa. ده بيقلقوا شويه طبعا. Y bueno, y veremos a ver qué plan podemos o qué estrategia podemos llevar adelante para que esos futbolistas que han sufrido diferentes dificultades. هو هيشوف ازاي يقدر ياخد الخطه المناسبه لتفادي المشكله دي. No las tengan en el futuro. وعشان خاطر ما نقعش في نفس المشكله في المستقبل. Por ejemplo, alguna preparación especial con alguno, por ejemplo. مثلا اعداد مميز لاحد اللاعبين، او هيشوف الطريقه المناسبه عشان خاطر يحسن الموضوع. طيب هو في الجهاز معاه، يعني معاه مدرب مساعد طبعا، الكابتن محمد يوسف مستمر كمدرب عام، وفي مدرب للاحمال البدنيه. وجود مدرب جديد معاه للاحمال البدنيه ممكن يحل لغز الاصابات الغريب ده؟ ما احنا برضو الـ 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 الاصابات، يعني اقول ايه، يعني نجيب اكسدامات للعيبه الاهلي من الضرب اللي بيضربوه. بس ما انت يعني الضرب حاجه في هنا بقى عندك اصابات عضليه كتيره برضو. ايوه ما هو يعني انا قصدي ايه، الاصابه عضليه ولا في العظم ولا في كذا، لانه احنا بتلعب علينا جامد، فيبقى هو المطلوب انه التأهيل البدني يبقى يضع في اعتباره القوة والداشنج اللي بتلاقي بيه على النادي الاهلي. وقد يكون لمدرب الاحمال اللي موجود معاه دور في انه يحللنا جزء من هذه الظاهرة. وربنا يبعد عنا. المسألة تدرس كلها، يعني هي ظاهرة فعلا محتاجة تدرس كويس. ايوه اشمعنى؟ اشمعنى؟ لانه الناس بتلعبك بغل والوقت ضيق، ضغط الماتشات كتير طبعا، وفي ظل ضغط عصبي كمان، اجواء غير ايجابيه في المرحله اللي فاتت، ففي ضغط عصبي كمان زياده. ما هو ده موضوع احنا لازم نتكلم فيه، لانه احنا لازم نوجه رسائل لجماهير الاهلي في عصر السوشيال ميديا. انه انا بلاقي حد بيعمل تويت وبيقول انا اهلاوي، وبيقول كلام بيعمل ريتويت كلها اكاذيب ضد النادي الاهلي. فيا جماعه لازم ناخد بالنا من الموضوع بتاع السوشيال ميديا، وجماهير الاهلي الحقيقيه لازم تعلن دعمها لفريقها، لانه شئنا ام ابينا فانه البعض يتصور ان الراي العام الاهلاوي هو هؤلاء الجالسين، وده مخترق.
ده انت ما تعرفوش انت لا تعرفه. صحيح. يعني انا النهارده بقى عندي لو عندنا الوقت يجي 20-25 مليون بيستخدمون الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. فهؤلاء ال 25 مليون اصبحوا 25 مليون جريده و25 مليون شاشه تلفزيون و25 مليون محطه اذاعه، وانا ما اعرفش حد فيهم. اما الموقع بتاع الاهرام يقول فانا وقال كذب، فانا هرد على موقع الاهرام. لكن اما واحد انا ما اعرفوش، ما اعرفلوش اصل، ما اعرفلوش عنوان، هعمل ايه؟ فلازم احنا الجماهير الاهلي تلعب دور مهم خصوصا وقد اظهرت دراسه تقرير جديد عن السوشيال ميديا انه النادي الاهلي يتصدر السوشيال ميديا فرق كبير في القاره الافريقيه كلها برصيد اكتر من 11 مليون و600 الف. فدول مؤثرين بس ما لا ينجروا تجاه اشياء ما لم تعلن، كلام غير صحيح. فالاهلي لانه جمهوره كبير ولانه اسم الاهلي في وسط اي وسيله اعلاميه بيجذب الناس، فالكل بقى بيساهم في عمل لغط حوالين النادي الاهلي، في لغط حوالين النادي الاهلي، والاقزام تحولوا الى نجوم بالحديث فقط عن النادي الاهلي. هرجع لك لان هي قضية مهمة جدا، لكن هل هذه الجماهير تمثل ضغط على لاسارتو والفريق؟ هل هو يقدر يشعر، او هل هو فعلا في تقديره ان جمهور بهذه الكيفية وبهذه الضخامة ممكن يكون ده ضغط على الفريق في المباريات ولا لا؟ نشوف اجاب بايه. هو قال قبل كده انه متعود على en esa lista que yo hablaba de equipos campeones de copas الليسته اللي هو اتكلم عليها ان هم 10 فرق اكتر استحواذا على البطولات. hay un equipo de un país pequeñito في منهم فريق من قريه من بلد صغيره que se llama Nacional de Montevideo اسمه الناشونال الاهلي مونتيفيديو نفس الاسم للاهلي المصري ناشونال والاهلي المصري que ha ganado las copas de Sudamérica e intercontinentales en más de una ocasión. que es el CAS في América Latina el Corri. y de hecho tuve la fortuna de participar en una de ellas como jugador. وهو لعب في النادي ده لما كان لاعب. y he dirigido ese equipo en dos oportunidades. وهو أدار النادي ده برضو في فرصتين قبل كده. sé de qué va esto. وعارف يعني ايه الفوز. هو قال ان انا يعني عارف ان الاهلي بين في لستة العشرة الاندية الاكثر حصولا على البطولات في العالم، فقال انا عارف حجم الاهلي وشعبيته وبطولاته وبيمثله بنادي اخر اسمه ناشونال برضو اللي هو الاهلي في مونتينيرو، وقال ان انا لعبت له وقدته في اكثر من مرتين وعارف حجم الضغوط لنادي بالكيفية ديت. رأيك ايه؟ وبرضو السؤال يعني السؤال يعني هو الراجل بس يشتغل. انا هو بيفكروني باول بمؤتمر صحفي اول مؤتمر صحفي اتعمل لديتر جفايتسا في النادي الاهلي، وكان حاضر المايسترو صالح سليم الله يرحمه فالصاله مكتظه كعاده اي حاجه بينظمها الاهلي كل الناس بتيجي تشوف. ففايسا بدا في نص المؤتمر يبص ويرفض الكلام لانه قاله قبل كده 3 مرات. واللي جاي الناس مصممه تقول لا، وهو جاء عليه الدور وعايز يرفع ايده ويسال فيسال السؤال زي ما قلتش انا، فالراجل سكت، الراجل يسكت فيقول يعني دي ثالث مره انا اجبت على السؤال ده 3 مرات قبل كده. طب انت جيت متاخر يا صحفي ولا ما؟ المهم فهو الوقت احنا المفروض الراجل بنقول له يعني اسئله ترحيبيه، بنسال عن
السي في بتاعه، بنسأل عن مدى متابعته للكرة المصرية، بنسأل عن مدى متابعته للنادي الأهلي بعد ما بدأ التفاوض معاه. ولكن أنا أسأله عن حاجات المفروض يسأل عنها حد بقاله على الأقل 3 أشهر شغال مع النادي الأهلي. صحيح، لكن كمان طلبوا منه يوجه رسالة للجمهور. نشوف رسالة مارتن لاسارتي لجمهور الأهلي. ديريا que nos tengan un poquito de paciencia. يصبروا علينا بس شوية. Fundamentalmente al equipo, no a uno, al equipo. على الفريق. مش عليه هو. Vuelvo a decir que vamos a trabajar mucho. هيشتغل بجد. Para conseguir los objetivos. عشان يوصل الأهداف اللي que todos queremos. اللي احنا عاوزينها كلنا. Y estoy seguro y convencido que los vamos a conseguir. وهو مقتنع وواثق ان هو هيقدر يوصل الأهداف دي. Nada más. بس. إجابة. أنا جاي ليه؟ هو الرجل بيقول أنا جاي ليه؟ جاي عشان ده نادي عظيم وله أهداف عظيمة، أنا جاي ومقدر ده وعارف أنا بشتغل فيه. وقالوا إن شاء الله أنا هعمل كل الجهد اللي عندي علشان أحقق الأهداف دي. وأنا جاي عشان أعمل إيه؟ أنا جاي عشان أكسب وأكسب النادي الأهلي وأخد بطولات. وفي آخر المؤتمر سيد أهداه التيشيرت أهو، وهو برضه بالحماس اللاتيني كان بيلبس نمرة 5 وهو لاعب لاسارتي. هو لاسارتي لان انا شكيت انها تكون بالزد، لو كان بالزد كان لازم يتنطق لاسارتي. وبص برضو من حماسه هيلبس التيشيرت، يعني اهو بص الصحفيين طلعوا من هدومه. يعني هو برضو ده برضو الحماس بتاعه في التعامل مع الفريق والجمهور. ومدافع يحل مشكلة الدفاع شوية اهي. الحقيقة أنا موضوع المدافعين دول أنا سعيد بمحمد هاني. سعيد جدا بنيفيد. كريم ما شاء الله. في أي حتة. ما أنا هم دول بقى اللي أنا كنت عايز أتكلم عن قصتهم. يعني كريم نيفيد ده لو كان يتابع ما يقال عنه على مدى شهرين 3 قبل الفترة الأخيرة، أنا لو منه كنت أبطل كورة. وهو الراجل بيعمل كل اللي عنده، هو بيعمل كل اللي عنده، بس ما كانش محطوط في الحتة الصح، ما لعبش ماتشين 3 ورا بعض. قضية السوشيال ميديا أنا هاجي لك فيها كقضية لوحدها، لأنه الحقيقة محتاجة فعلا وقفة مهمة. لكن سألنا عدد من الزملاء الصحفيين بعد المؤتمر توقعاتكم ايه بقى لمارتن لاسارتي وهو يخوض هذه التجربه الجديده كاول مدرب غير اوروبي او اول مدرب اجنبي غير اوروبي يقود كره الاهلي. نشوف التالي. انا شايف ان النادي الاهلي يعني ماشي على الطريق الصحيح، ان هو اختار مدرب بهذه السيرة وهذه الكفاءة. انا اتوقع له النجاح مع النادي الاهلي، خاصة النادي الاهلي يعني استفاق في الدوري كويس جدا. اعتقد المدرب يعني قدامه كل الدروس اللي فاتت، هو شايف تجربة مانويل جوزيه، شايف تجارب المدربين اللي قبله. مؤكد النادي الأهلي دايما بيحقق المعادلة دي، بيبقى عايز يعمل فريق لكنه عارف النادي الأهلي وجماهيره لا يقبل إلا الفوز بالبطولات، فبيمشي في الاثنين. أعتقد أن ده المطلوب في هذه المرحلة، أنه يعد فريق جديد وعينه على البطولات.
كذا مدير فني اجنبي جه مسك النادي الاهلي ما كانش ليه تجارب في افريقيا وقدر ينجح وقدر يعمل تاريخ ويعمل سي في. مانويل جوزيه لما مسك النادي الاهلي ما كانش ليه تجارب يمكن في افريقيا ومع ذلك عمل مسيره تاريخيه جدا. ده مش مقياس، المقياس الوحيد ان هو الراجل ان هو هيشتغل، يتبقى بس الدعم من الجمهور والثقه والاجتهاد من اللعيبه، وان شاء الله كل العوامل دي تكون قادره ان هو ينجح ويعمل تاريخ كبير مع النادي الاهلي ان شاء الله. وارد جدا خصوصا ان انت عندك برده مجموعه لعيبه جديده داخله على الفريق، في مجموعه من العناصر الشابه اللي يمكن بتبحث عن ان هي تعمل تاريخ لنفسها وتثبت اقدامها في السنين الجايه. عندك برده حته الظروف ان النادي الاهلي يمكن عنده دعم كبير جدا من جمهوره، الدوافع كبيره جدا بعد غياب يمكن اكتر من سنه عن التتويج بدوري ابطال افريقيا. اعتقد كل الظروف والدوافع دي تتبقى بس التوفيق والدعم، وان يكون في توفيق حليف للفريق ان شاء الله ويقدر ان هو يرجع من خلاله لمنصات التتويج ويعود للمكانه الطبيعيه المستحقه ليه. عارف حجم الضغوط الملقاه عليه، عارف ان جماهير الاهلي لا ترضى بغير البطوله. اعتقد ان هو على درايه كامله بالكلام ده، واعتقد ان هو برده جاهز لمواجهه التحديات والضغوطات اللي هتبقى ملقاه على عاتقه. كتير جدا بيشبهوا تجربة مارتن بتجربة مانويل جوزيه، وبيقولوا ان هو الناس كتير بتقول ان هو قادر على تكرار نفس الامر، واعتقد ان في حالة رضا لدى جماهير الاهلي بالتعاقد مع المدير الفني. شخصية قوية، عنده قدرة على صناعة لاعبين كبار، عنده قدرة على قراءة الملعب، عنده قدرة على تنويع طرق اللعب، عنده قدرة على توظيف لاعبين في اماكن غير اماكنها الاساسية. هو هيناسب المرحلة الحالية اللي بيعيشها النادي الاهلي. اولا الراجل اتعامل مع لاعبين نجوم في سنه صغيره، والنادي الاهلي حاليا بيبني فريق جديد لخمس ست سنين قدام، وده شفناه في معدل اعمار الصفقات الجديده، زائد برضو اللعيبه اللي انضمت للنادي الاهلي مطلع الموسم الجاري زي ناصر ماهر، في برضو كريم نيدفيد بدا من العناصر اللي هي بدات تاخد فرصتها بشكل اساسي. فاعتقد ان الراجل هيكون مناسب لمرحله بناء فريق جديد وثقل مواهب في سنه صغيره. يعني المقارنه صعبه شويه، ليه؟ ان النادي الاهلي برضو لازم نعترف ان هو مفتقد سلاح مهم جدا جدا الفتره الاخيره، هو سلاح الجمهور. انما الظرف الحالي لا، انت بتبني فريق جديد بالفعل، انت لسه لعيبه صغيره في السن، لعيبه بتبنيها لحوالي 10 سنين قدام، فاعتقد لا المقارنه هتكون ظالمه بنسبه كبيره. عشان كده شايف ان مهمه لاسارتي هتكون اصعب، سواء لاسارتي او اي مدرب تاني كان جه مكانه، المهمه صعبه جدا. لاسارتي جاي على فريق خسران نهائي دوري ابطال افريقيا سنتين ورا بعض، فدي طبعا صعبه جدا، وجاي على فتره ضغط مباريات كبيره جدا. واضح ان هو مدرب كويس، واضح ان هو هيفهم مع النادي الاهلي، واضح في كلامه ان هو راجل عنده شغف كبير وعارف قيمه الاهلي، ودايما الاهلي بيحتاج مدرب يبقى عنده طموح، ما يبقاش مدرب جاي يتفسح في مصر او جاي مدرب جاي بيقضيها زي ما بيقولوا. ما نقدرش يعني نساوي التجربتين، التجربه طبعا هتبقى ظلمه كتير لمستر مارتن، بس اعتقد لو اداره الاهلي قدرت تستقطب عدد من النجوم اللي هم برده متوفرين وان هم ممكن متواجدين، هيقدر يرجع تاني للبطولات سواء محليا او افريقيا، وممكن يقدر يحقق الانجازات اللي حققها مستر مارتن جوزيه. طيب ده خلاصه راي عدد من الزملاء الصحفيين في تطلعاتهم لاسارتي، والحقيقه يمكن الكل لمس الجزئيه او الاوجه التشابه اللي الاستاذ حامد اشار اليها. طريقه التكوين الثقافي، الشخصية نفسها، التوقيت، حتى الطريقة اللي جاي بيها، كلها معطيات تكاد تكرر في عند الناس تجربة مانويل جوزيه. صحيح. لكن ما فعله مانويل جوزيه وما توفر لمانويل جوزيه الليلة لا تشبه البارحة. بعد الفاصل هسأل الأستاذ حامد عز الدين عن أقوى سلاح كان في إيد مانويل جوزيه يقدر لاسارتي يمسكه في ايده ولا لا؟ بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كنت بسال للاستاذ حامد قبل الفاصل انه في متغير مهم جدا بين مانويل جوزيه وبين مارتن لاسارتي. مانويل جوزيه اياميه ما كانش فيه سوشيال ميديا. مانويل جوزيه كان الجمهور هو الجمهور الحي في المدرجات الكاملة بهذا النبض الأهلاوي المتدفق اللي كان يكفي أنه مانويل جوزيه يقدم مباراة كويسة أو يطلق تصريح أهلاوي شديد يلاقي الكل في ظهره. حاليا المدرجات ليست كاملة، الجمهور عازف أو مبعد، في كل الأحوال النتيجة واحدة. ثم أنه الكل على السوشيال ميديا خبراء يا أستاذ حامد. هذه هي الكارثة على فكرة احنا بنتكلم عليها على مستوى الرياضة، انا بتكلم عليها
على المستوى الاجتماعي والمستوى الثقافي والمستوى الأخلاقي. السوشيال ميديا الحقيقة لابد من وقفة أمامها، خصوصا أنه هناك برامج تلفزيونية وصحف أصبحت تعتبر ما يرد عبر السوشيال ميديا مثارا للتعليق ولإعادة النشر وهكذا. أنا ضد الكلام ده، يعتبروه مصدر للأخبار غير طبيعي، لا يصح. أنا صحيح. أنا النهاردة ما بقول أنا واخد عن أخبار اليوم، واخد عن الأهرام، واخد عن الجمهورية، واخد عن الوفد، واخد عن أي حاجة لها كيان مسؤول منضبط. فعندما أعرف أن ده كذب، أما هكلم الكيان ده يبقى هو ده المسائل متحمل المسؤولية. احنا عندنا بقى في 25 مليون صحيفة يومية وأسبوعية وشهرية، فنية وسياسية، وأداء كل حد بيقول زي ما يقول. وبعدين كلما كان الأمر فيه الرجل الذي عض كلبا فتلاقي يتم تداوله بشكل غير طبيعي. هذا يعني هذا الجو مش ممكن أبدا الإبداع فيه. الحكومة المصرية في 4 أيام اضطرت إلى أن تصدر نفيا لتسع إشاعات. أصدرت نفيا في 4 أيام لتسع إشاعات ملهاش أصل من الصحة. يعني إيه؟ وراجت طبعا، والناس بدأت تتكلم. أنا ناس من برة تكلمني تقول لي هي مصر مش عارف هتبيع الهرم. يعني دي نكت. فما يحدث برضو بالنسبة للوسط الرياضي بقى كده، وفي ناس بتصنع يعني أنا شفت التسريبات الحقيقة يعني ما أنزل الله بها من سلطان لمحادثات على الواتساب ومحادثات على تويتر ومحادثات على انستجرام بالناس بتضع مؤامرات ضد النادي الأهلي. وطبعا أنا بشم برضو الريحة، بس حتى ده الناس بتنشغل في 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 فلتان في السوشيال ميديا، في فلتان. فيجب على جماهير الأهلي الحقيقية، وأنا شفت تحركات في الفترة الأخرانية على تويتر تحديدا، لكن أنا عايز الفيسبوك لأنه إحنا في مصر بنستخدمه أكتر. فعايزين يبقى في الأهلوية الحقيقيين يشاركوا في معركة ضرب أي محاولة لدس الأسفين، دق الأسفين في النادي الأهلي وبين الناس بتوع النادي الأهلي وبين جماهير النادي الأهلي وبين لعيبة الأهلي غير طبيعي. أنا النهاردة أنا لو أنا كريم ندفد صحيح هذا النموذج للاعب الأهلاوي بكل سماته التي نعرفها، المقاتل، الصلد، المهذب، المؤدب، الموهوب. هذا الرجل يعني اتعرض للاغتيال المعنوي والنفسي، الاغتيال المعنوي شديد جدا عنيف. الآن كله رجع قال لك احنا كنا غلطانين، ما حدش قال انا كنت غلطان. بيقول لك ايه، لا كنا غلطانين، ولا ده كريم وهكذا وغيره يعني. فاحنا اذن دور الجمهور في كل الاماكن، سواء الجمهور اللي المفروض يروح المدرجات لانه برضو هذا العزوف انت النهارده فاتح للجمهور بالحجز على السيستم بتاع النادي. الاقبال في مباراه النجوم ضعيف جدا، واخد بالك المباراة اللي قبلها في المباراة بتاعت بطل أثيوبيا كان الجمهور تقريبا مش موجود، عدد محدود للغاية. فبالتالي على الجمهور ان هو برضو يطلع بدوره طبعا. بس ما انا برضو انا يعني ارجو من الجهات المسؤولة انه احنا يعني مش معقول. انا مباراة في دور الـ32 الاهلي واثيوبيا والجو كان ساعتها يعني ماطر جدا والحالة صعبة، وألعبها في اسكندرية. أنا أعتقد أنه ده موضوع لابد من الكل يتعمل له لجنة كده مصغرة ونجتمع، لأن جمهور الأهلي هو السلاح الأمضى لفرقته. السلاح الأمضى لفرقته.
صحيح. الفرق بين الاهلي وبين اي لو داخلين على كاس الامم وعايزين ننظم ان شاء الله كاس الامم، فانت محتاج تمهد للعوده لكل جماهير الانديه ترجع للمدرجات. اه بس الموضوع مهم. والنقطه الثانيه ان جماهير الاهلي على السوشيال ميديا لا تنجر وراء هؤلاء الذين يحاولون دق الاسفين وتخريب النادي الاهلي وتخريب النادي الاهلي. وطبعا الموضوع فيه تفاصيل. اليقظه ثم اليقظه. نعم صحيح. لكن هي الاكاذيب مش جديده والضلالات مش بتاعه النهارده. المساله ليها جذور في التاريخ. حتى لما في الستينات الاهلي مستواه اهتز بفعل النتائج وقتها، ودي حركة التاريخ بالمناسبة عادية، اللي يقرأ تاريخ كرة القدم أو تاريخ الرياضة المصرية عامة في النادي الأهلي هتلاقي في فترات لابد أن كل حقبة زمنية ممكن تكون 10 سنين أكتر أو أقل يحصل نوع من إعادة التجديد وإعادة بث طموحات جديدة، تغيير عناصر بشكل طبيعي أنها عناصر بتعتزل، فبيكون في جيل جديد. في فترة السينات في الستينات لما تراجع مستوى الأهلي وساءت النتائج اترددت نغمة كتيرة انه في المشير عبد الحكيم عامر وقتها وزير الدفاع هو اللي انقذ الأهلي، هو راجل زملكاوي كان بشكل معلن وصريح، فضلت ثابت دايما وابدا في الذهنية المصرية عامة. الأهلاوي عارف انه في زملكاوي انقذ الأهلي، والزملكاوي عارف انه في زملكاوي من عندهم هو اللي انقذ الأهلي. والسبب ايه؟ تعيين وقتها الفريق عبد المحسن كامل مرتجي احد رجال وقاده القوات المسلحه رئيسا للنادي الاهلي في مرحله الانقاذ. الزميل احمد اسامه واحد من الاهلاويه النشطاء الواعيين على اليوتيوب، في قذائف اسامه خصص فقره لمعالجه هذه ما اسمها الاكذوبه او الضلاله. نعم. في قصه انقاذ المشير عبد الحكيم عامر للاهلي، ايه مدى قصتها؟ نشوف اكذوبه المشير وانقاذه للاهلي. كرويا النادي الاهلي بعد 4 سنين غياب عن البطولات في الستينيات بيحقق بطوله كاس مصر في مايو 66، ولان العقل البشري دايما بيبدا من عند النتيجه ويدور لها الاسباب، فطبعا دوروا على سبب تحقيق النادي الاهلي بطوله بعد غياب 4 سنين، فكان تعيين الفريق مرتجي قبل 5 شهور من تحقيق النادي الاهلي البطوله هو السبب المنطقي بالنسبه للبعض. وبما ان الفريق المرتجي تم تعيينه من قبل المشير عبد الحكيم عامر اللي هو رئيس اتحاد الكره وقتها الزملكاوي، اذا المشير عبد الحكيم عامر الزملكاوي هو اللي انقذ النادي الاهلي من الانهيار، وهو ده موضوع اكذوبه النهارده اللي انا مش معترف بيه. وانت كمان من حقك تقول لي ان انا بستخدم مغالطه منطقيه بان انا عاوز اعزل السبب عن النتيجه وهو سبب تعيين الفريق مرتجي والنتيجه اللي هي بطوله كاس مصر. هقول لك بيني وبينك فيصل تسلسل الاحداث اللي هنبداها من تصريحات الفريق مرتجي عن تعيينه كرئيس للنادي الاهلي لاول مره. في يوم كان 20 اكتوبر انا فاكره ان كان يوم عيد القوات البريه، فوجئت بان عبد الحكيم عامر الله يرحمه جه، انا فاهمه جاي يعني يهنينا وبتاع، وقال لي اركب معايا. فركبت معاه العربيه، هو بيته في الجيزه، جه قدام النادي الاهلي ووقف، قال لي من بكره تكون هنا. قلت له ازاي انا مش فاضي؟ قال لي من بكره تكون هنا، دي اوامر الرئيس جمال. طب ده في رئيس النادي، ده في المحافظ رئيس النادي، قال لي مالكش دعوه انا هننظم كل حاجه. وقد كان دي اوامر بقى صدرت، فاضطريت ان انا انفذ هذه الاوامر. طبعا واضح من تصريحات الفريق مرتجي ان في نقطتين لازم نركز عليهم. النقطه الاولانيه ان المشير عبد الحكيم عامر قال له ان قرار تعيينك كرئيس للنادي الاهلي جاي من رئيس الجمهوريه شخصيا الرئيس جمال عبد الناصر. والنقطة الثانية هو وقت اتخاذ قرار بتعيين الفريق مرتجي اللي هو 20 اكتوبر 1965. بالنسبة للنقطة الأولى، ممكن بعض الناس يقولوا إن المشير عبد الحكيم عامر كان حابب إن الفريق مرتجي أو كان نوع من أنواع الضغط على الفريق المرتجي إن هو يقبل رئاسة النادي الأهلي، هو راجل عسكري وهيقبل رئاسة النادي كروي، إن هو يقول له إن الموضوع جاي
من رئيس الجمهورية وإن كنت أشك في الأمر، ولكن أنا همشي معاك إن الفريق مرتجي تم تعيينه من قبل رئيس اتحاد الكرة الزملكاوي المشير عبد الحكيم عامر، وكمان همشي معاك إن ده السبب اللي خلى النادي الأهلي يحصل على البطولة. بس أنا عايزك بنفس منطقك ده بقى تيجي معايا نرجع 3 سنين لورا، وتحديدا سنة 1962 بعد رحيل أحمد عبود باشا عن رئاسة النادي الأهلي بعد 15 سنة ترأس فيها النادي الأهلي لم يأخذ دعم واحد جنيه واحد من الحكومة، كان بيصرف على النادي الأهلي من جيبه. حق النادي الأهلي في عهده 23 بطولة منهم 11 بطولة دوري عام من أصل 12 مسابقة اتلعبت، غير 8 بطولات كاس مصر وثلاثة دوري القاهرة وبطولة الجمهورية العربية المتحدة اللي كانت بين أندية مصرية وأندية سورية. يعني 23 بطولة في 15 سنة في الوقت اللي الزمالك كان حق فيه 12 بطولة، يعني تقريبا الضعف. مش كده وبس، لما رحل أحمد عبود باشا رئيس النادي الأهلي عن النادي الأهلي كان النادي الأهلي بطل الدوري وبطل الكاس وبطل الجمهورية العربية المتحدة، يعني كان بطل البطولات المتاحة قدامه في السنة دي. وجاء قرار تعيين محافظ القاهرة صلاح الدسوقي رئيس للنادي الأهلي خلفا لأحمد عبود باشا عشان يمر النادي الأهلي بأسوأ 3 مواسم كرويا منذ إنشاؤه حتى اللحظة اللي أنا بكلمك فيها دي. 3 سنين البطل بقى بيطلع رابع الدوري وبيطلع خامس مجموعته، بقى من أصل 21 مباراة بيلعبها خلال الموسم بيفوز 7 وبيتغلب 7 ويتعادل 7 وأصبح فريق متوسط، وغابت هوية البطل عن النادي. ومش كده وبس، كمان بقى في شلالية داخل النادي الأهلي وسط اللاعبين، وكمان بقى في أعضاء كمان أو أسر محرومة من دخول النادي عشان يمر النادي الأهلي بثلاث سنين من أسوأ ما يكون. فلو أنت شايف إن قرار تعيين الفريق مرتجي وإنه جلب بطولة هو إنقاذ للنادي الأهلي، فلازم تشوف بنفس المنطق ده إن قرار تعيين صلاح الدسوقي هو انهيار للنادي الأهلي، انهيار للفريق البطل. وما إن صاحب قرار التعيين واحد يبقى ما ينفعش تشوف بعين واحدة، ويبقى قرار تعيين الفريق مرتجي هو إن إصلاح ما تم إفساده مش قرار إنقاذ. ده لو اعتبرنا أساسا إن بطولة كاس مصر كانت هي الإنقاذ للنادي الأهلي، ولو اعتبرنا أيضا إن أصلا القرار كان قرار للإنقاذ، لأن الحقيقة غير كده. إذن هي يعني أحمد أسامة عايز يقول إنه القرار ما كانش من قبل المشير نفسه، المشير عامر نقل قرار رئيس الجمهورية وقتها الرئيس جمال عبد الناصر وقال له دي أوامر عليا جايالي بضرورة إن أنت تكون هنا في النادي الأهلي بكرة للفريق مرتجي، بالإضافة إلى إنه الانهيار ما كانش في فترة عبود باشا. الانهيار بدأ بسبب تعيين صلاح الدسوقي محافظ القاهرة رئيسا للنادي الأهلي. نعم. هي الـ 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 القضية، أنا من الذي يصنع مثل هذه القضايا؟ مين اللي فسرها بالتفسيرات دي؟ الموضوع ما كانش كده خالص، والقضية كانت غير كده. الذين يحاولون إن هم يعني نافخ الكير في نافخ الكير اللي هم بيعيشوا على أن يصنعوا أكاذيب ويصنعوا أساطير. صحيح. هم دول اللي قالوا الكلام ده. صحيح. أنا طبعا سعيد بالمواطن الأهلاوي الرائع أحمد أسامة، بس حتى هذا الموضوع إحنا ولا نتكلم فيه لأنه ما هي فترة هو ده الحقيقة القصة. ده اهتمام ملك وكتابة في حتة الحفاظ على التاريخ، لأنه برضو الأجيال الجديدة مش وصل لها التاريخ كاملا، وانت في حاجات كتيرة جدا من شدة الطمس بتتحول إلى حقائق لدى البعض، فلعل من المناسب محاولة إظهار الحقيقة التاريخية أو الرد على مثل هذه الأمور. ماذا حدث في عملية الإنقاذ بقى؟ إيه حقيقتها بالضبط؟ نشوف أحمد أسامة. والحقيقة قرار تعيين الفريق مرتجي ما كانش له علاقة خالص بإنقاذ النادي الأهلي من عدمه، وده له أسباب كتير. أولا، اللي عايز ينقذ فريق بطل مش هيسيبه 3 أو 4 مواسم بيتعرض لخسائر وانقسامات داخل الفريق ومشاكل مع مدير الكرة ويتفرج. أكيد كان هيتدخل في الموسم، ما كانش الأول يبقى التاني على الأقل التالت، مش استنى لرابع موسم. السبب التاني إن جماهير النادي الأهلي خلال 3 أو 4 مواسم دولت كانت في قمة غضبها، وده اللي دفع محافظ القاهرة ورئيس النادي الأهلي اللي هو صلاح الدسوقي إن هو يقيل مجلس الإدارة اللي هو رئيسه في تاريخ 20 يناير 1965 ويعين مجلس إدارة جديد
برئاسته برضه وغير بس الاعضاء، فبالتالي اللي عايز ينقذ نادي اذا كان رئيس اتحاد كوره مش هيستنى ان رئيس نادي يغير الاعضاء عشان يسكن غضب جماهير، لكن دي طبعا كلها احتمالات وكلام مجرد كلام وارد وظنون. لكن المؤكد اللي بيثبت ان قرار تعيين الفريق المرتجي ما كانش الانقاذ هو النقطه الثانيه اللي اتكلم عنها الفريق المرتجي، وهي وقت ما المشير عبد الحكيم عامر راح له يقول له انت هتكون رئيس النادي الاهلي، هو تاريخ 20 أكتوبر 1965. وبالمناسبة الفريق مرتجي لم تخونه الذاكرة في التاريخ ده، لأن جريدة الأهرام في تاريخ 29 أكتوبر 1965 أعلنت تحت عنوان اتجاه لتعيين الفريق مرتجي رئيس للنادي الأهلي. ومش كده وبس، ده كمان أعلنت أعضاء مجلس الإدارة، يعني أعلنت مجلس إدارة النادي الأهلي في تاريخ 29 أكتوبر 1965. وهنا هنروح للسؤال البديهي، هل النادي الأهلي عند التاريخ ده كانت حالته تستدعي لتدخل بتغيير مجلس الإدارة أو حالته تستدعي لإنقاذ؟ الإجابة لا، لأن التاريخ ده كان مر على بداية الموسم 3 أسابيع فقط لا غير. النادي الأهلي فاز في مباراة، اتعادل مباراة، وانهزم في مباراة، ونادي الزمالك اللي هو المنافس وقتها فاز في مباراتين وانهزم في مباراة واحدة، يعني حقق 4 نقط والنادي الأهلي حقق 3 نقط. والأهم إن فريق الأولمبي اللي حقق الدوري في الموسم ده كانت نتائجه زي نتائج الأهلي بالظبط، فاز مباراة، اتعادل مباراة، خسر مباراة. أعتقد أمر واضح جدا إن الموضوع ما كانش مستاهل إنقاذ، خاصة إن المباراة اللي خسرها النادي الأهلي كانت قدام الإسماعيلي في الإسماعيلية، وده كان أمر وارد ومنطقي. أمال ليه القرار ده صدر في التاريخ ده؟ ليه صدر إذا كان الجدول طبيعي والموسم فات عليه 3 مباريات فقط؟ ليه صدر قرار تعيين الفريق مرتجي تحديدا في هذا التوقيت؟ نشوف أحمد أسامة. الإجابة على سؤال ليه تعيين الفريق مرتجي رئيس للنادي الأهلي في التوقيت الحالي بيتلخص في أن رئيس النادي الأهلي ومحافظ القاهرة اللواء صلاح الدسوقي أصبح سفير لمصر في دولة فنلندا، والمفروض أنه هيسافر في ديسمبر يستلم مهام عمله، وبالتالي منصب رئيس النادي الأهلي أصبح شاغرا، ومن هنا جاء تعيين الفريق مرتجي وتعيين مجلس إدارة بالكامل للنادي الأهلي خلفا للواء صلاح الدسوقي. والحقيقة الكلام ده أعلن زي ما قلت في الأهرام في 29 أكتوبر 1965، لكن القرار لم يوضع محل التنفيذ سوى في 26 ديسمبر 1965، يعني تقريبا بعد شهرين. خلال الشهرين دول تم تكريم اللواء صلاح الدسوقي في مباراة في 21 نوفمبر بين الأهلي ودمياط، ومن وقتها استلم أحد وكلائه إدارة النادي الأهلي وبدأت تسوق النتائج. والغريب أن أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي اللي هو المفروض منتهي وهيرحل مع رحيل صلاح الدسوقي كانوا كمان رافضين الإقالة أو الاستقالة، وبيعتبروها شيء مهين بالنسبة ليهم. ومن تاريخ أكتوبر حتى تاريخ 26 ديسمبر وصل النادي الأهلي بعد ما كان بينه وبين الزمالك نقطة، وصل للمركز العاشر في مسابقة الدوري. ومن هنا تبلورت الأكذوبة أن النادي الأهلي تم إنقاذه من الهبوط بتعيين الفريق مرتجي. لو الموضوع كان أصله إنقاذ ما كانش اتجمد القرار لمدة شهرين. الحقيقة أن القرار ما كانش قرار إنقاذ قد ما هو قرار إجباري برحيل اللواء صلاح الدسوقي للسفر للخارج أو للسفر لفنلندا، وبالتالي دي أكبر أكذوبة في التاريخ، أكذوبة الزملكاوي اللي أنقذ النادي الأهلي من الانهيار. طيب يعني مثل هذه المعالجات التاريخية دي معالجة رائعة الحقيقة وموثقة، يعني فيها مجهود توثيقي جيد، وأنا أعتقد أنه يعني قناة النادي الأهلي لابد أن تتعامل مع مثل الـ هذه الأكاذيب، حتى لو كانت هي بتنشر كده يعني ذرا للرماد في العيون، ويتم التعامل معها بهذا الشكل الرائع اللي هو عمله الأستاذ أحمد أسامة. طيب أستاذ حامد، الأهلي يعني صديقك العزيز المهندس عادل القيعي في الترانزيت حاليا، حتى جاي من أنجولا على دبي، ودبي بكرة يكون في القاهرة إن شاء الله. إن شاء الله. لكنه أبرز صفقة مهمة جيرالدو. نعم نعم. جيرالدو والدور لجيلبرتو. صحيح. جيلبرتو ده وفلافيو. أو مش هو جيلبرتو وفلافيو، أنا لسه سامع
حوار مع الكابتن عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولين. الكابتن عماد النحاس الحقيقة قال كلام اللي هو كل من كل الأهلوية كل الذين لعبوا في النادي الأهلي كل الذين تعاملوا مع إدارات النادي الأهلي بيتفقوا عليه. يقول له لو الأهلي عايزك قال له نشتغل. طب ما نسمعه ياريت ياريت. إنه عماد النحاس حتى عامل تجربة مع المقاولين يعني ربما كان أنجح المدربين اللي موجودين دلوقتي. نعم نشوف عماد النحاس وكلام فعلا مهم جدا لكل أهلاوي. تقبل تبقى مدرب عام في النادي الأهلي؟ أقبل أشتغل مع عم حارس معنا في النادي الأهلي. على فكرة في أول الموسم تعرض تاني وأنا قاعد أغير الكارير بتاعي مرة تاني وأرجع تاني إداري. ده يعني ده حاجة أما أنت ما كلمتش في الموضوع ده. أنا أنت عارف أنا الحمد لله قليل جدا في الظهور يعني. متعرف ان انا يعني لو جابوا مدرب عام ممكن تشتغل مدرب مساعد حاليا وانا في النادي المولين لو السؤال دلوقتي لا نرجع لنادي المولين. لو انا مش هكون عندي مانع. لو لوحدك انا قلت لك ده لما اتعرض عليا اداري قلت ما عنديش مشكله طبعا. اي منصب في النادي اخدم النادي الاهلي طبعا مش مشكله. انا يعني مش متخيل ان انت المكان انت بتحبه ازاي وما تخليش هنا برضه اروح لنقطه فيها اهلي وزمالك. مدرب الاهلي لما يلعب الاهلي اللي انت اتعرضت له الماتش اللي فات بشكل عنيف جدا طب بعد المكسب يعني انا بقول دي للناس اللي هي اصحاب المقولات اللي هي ملهاش اي لازمه عيب. ولا انا قابلها على مدربين الاهلي ولا انا برضو كعماد قابلها على مدربين الزمالك. مستحيل مدرب زملكاوي بيلعب ضد نادي الزمالك يبقى في مبدا حته تفويت المباراه. مستحيل طبعا. وانا بقول عيب مش عايز اقول حاجه يعني اكبر من كلمه عيب. فرحت ان انت فزت على النادي الاهلي اكيد انت بتحبه وبتعشقه. 3 بونت طبعا. طبعا جدا فرحت. لان هتتكرر قد ايه؟ هتتكرر قد ايه؟ بص يا مهيبه خلينا نتكلم بصراحه. مين الطرف الاقوى في المباريات في ان انت بتلعب الاهلي او الزمالك النهارده او بيراميدز؟ مين الاقوى؟ لما انت بتعمل ده بالنسبه لك انجاز ان انت تكسب النادي الاهلي ما افرحش ليه؟ حتى لو انت اهلاوي، اذا كان الاهلاوي فرح لي. اللي بيشجع النادي اللي كان في الملعب كان زعلان ويقول انا مبسوط عشان انت اللي عامل فينا كده. وطلعت بعد الماتش قلت يا جماعه انا زعلان على الوضع اللي فيه النادي الاهلي على النادي الاهلي. الناس فهموها ان انا زعلان ان احنا كسبت النادي الاهلي ازاي وانا عامل فرح في الملعب في اوضه اللبس. بص انا يعني دي رساله للناس اللي بتتكلم في محاوله التفرقه. ده ابن النادي وده مش ابن النادي وكانه ابن الاهلي فقط هو اللي كان في مدرسه الكوره في الاهلي واكم من ابناء لم يصونوا حتى العشره مع النادي. واخد بالك؟ لكن بص الناس كتير جدا يعني انا سمعت افتكر كان من حوالي شهرين كده ولا حاجه حوار اذاعي لإينو معتز إينو يعني بيقول لك الاهلي لا يقارن بحد تاني. وهل العجيزي وكل الناس اللي لعبت ومشي النهارده وانا بسمع عماد النحاس وهو في نشوة الانتصار لأنه الأهلي أساس أهم حاجة عنده أنه لولاده أنت يعني بتموت نفسك عشان خاطر الفانيلا بتاعتك أو ال- 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 النادي اللي أنت بتمثله وأنت ب- 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 الأهلي بيكسب بإيه؟ بده صحيح بأنه لعيب الأهلي حاجة مختلفة. في قصص كتير جدا حوالين هذا الموضوع. لك هو بيقول انا عايز انزل الم كور انا اشتغل مع عم حارس لا ده كمان بيتكلم عماد وهو مدرب فنيا ناجح بهذا الشكل. قال لو الاهلي طلب مني اغير الكارير بتاعي واحتاج اداري هكون اداري لانه لما الاهلي كان احتاجه قبل كده احتاجه مساعد مدير قطاع الناشئين في شق اداري مع الكابتن محمد عامر. قال لك انا ما منعتش وقتها رغم ان انا كنت اخذت مشوار في طريق العمل الفني وقال لك لو اتكررت هوافق انا ما عنديش اي مشكله. لكن ال- 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 الرائع هو هذا العشق لجيلبرتو وفلافيو للنادي الاهلي. عشق من يعني انا اتفرجت على جيلبرتو هو بيشجع بروميرو دو اجوستو لابس فانيله النادي الاهلي رايح الملعب بفانيله الاهلي بفانيله النادي الاهلي هو ده اللي هو
الانتماء الشديد والحب الشديد. وانا سعيد جدا 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 بانه النادي الاهلي ومش بس وانيس بوغلبان في تونس صحيح وحرصه عن كل شيء يخص النادي الاهلي. اي حد بيلعب في النادي الاهلي بيعرف قيمة النادي الاهلي وبيحطه فوق الراس، لان الاهلي سيظل فوق الراس على كل المستويات ان شاء الله. جيرالدو ينتقل لعملاق الكرة الافريقية، جيرالدو ينتقل لعملاق الكرة الافريقية، ده كان عنوان الموقع الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي عن انتقال جيرالدو داكوستا للنادي الاهلي بعد توقيع اللاعب وناديه في حضور رئيس النادي الانغولي ونائبه نوبرتو دي كاسترو وممثل للنادي الاهلي اللي هو المهندس عادل القيعي. وابرز الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي المعلومات الكافيه عن جيرالدو، هو يبلغ من العمر 27 سنه، طوله 170 سنتيمتر، بيلعب برجله الشمال وبيجيد اللعب في كل مراكز الثلث الهجومي سواء في الجناح الايمن او الايسر او صانع الالعاب. من اصول برازيليه بدا حياته الكرويه في البرازيل، كان ضمن صفوف كورتيبا البرازيل عام 2009-2010، لعب 16 مباراه في دوري القسم الثاني البرازيلي، سجل فيهم هدفين. في موسم 2010-2011 صعد بفريق كورتيبا للدوري الممتاز في البرازيل، وشارك جيرالدو في 15 مباراه في الدوري الممتاز البرازيلي، ورجع لعب لأول أغسطس الأنغولي ومسيرة معاه كاملة حتى شارك معاه في التأهل لقبل نهائي دور الأبطال يا أستاذ حامد. نعم. هو لعب دولي لمنتخب أنغولا، لعب معاه نهائيات أمم أفريقيا. واضح طبعا أنه من نوعية فلافيو. هو فلافيو كان فايتر وكان قوي، كان بيلعب بدماغه. الراجل ده في مواهب اكتر من فلافيو، اتفرجت له على عدد من المباريات او مقتطفات من مباريات كتيره، فراجل بتاع كوره كوير جدا، دماغه فيها كوره كويسه، وعشان كده كان الحرص الشديد من جيلبرتو انه يجيبه الى العملاق الافريقي، الى اعظم الانديه الافريقيه. وده على فكره الاعلان الرسمي من نادي بروميرو دو اجوستو عن صفقه انتقال جيرالدو للنادي الاهلي. فانا شايف انه يعني المكان بتاعه احنا محتاجين، سنه وخبرته 27 سنه ان شاء الله يدي للنادي الاهلي كتير ويكون عنصر مفيد. مشكلته الوحيده انه لعب ماتش بتاع دور ال 64، فمش هتستفيد منه في افريقيا، لكن ان شاء الله نتفرج عليه، لانه خصوصا ان البطوله الافريقيه المره دي كلها 6 شهور اقل كمان، يعني هتبدا هو في يناير وهتخلص في اول يونيو بالظبط. نتفرج عليه ان شاء الله في الدوري المحلي، ويبقى الموسم اللي جاي يكون واحد من اعضاء بطل افريقيا للمرة التاسعة بإذن الله إن شاء الله. الحمد لله على السلامة وألف سلام عليك. الله يسلمك يا رب. الله سعيدنا يسلمك. بيك وشرفنا بوجودك. اديني بس جملة واحدة مرة أخرى لك. أقول لأهلوية شرم الشيخ شكرا على المحبة اللي أحطوني بيها على مدى 4 أيام في هذه المدينة الجميلة جدا جدا جدا. وانا طبعا الحقيقه كنت ببقى يعني كنت اظن انه المؤتمرات الكتيره اللي بتتعمل في شرم الشيخ هي لصالح التجاره والعمل والشغل في شرم الشيخ، فهم حملوني رساله انه يا ريت الاجراءات الامنيه، لانها جميله جدا جدا، بس تبقى فتره المؤتمر مش قبلها بثلاث ايام ولا 4 ايام، لان ده شويه بيأثر عليهم بالسلب وهم ما صدقوا. اكيد ده اعتبارات السياحه هتبقى افضل. اكيد ده اعتباراتها. سعدنا جدا بك يا استاذ حامد، دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في التاسعه مساء الخميس القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.